أهلا بكم. النهاردة يوم الأهم في الناس الحلوة، والحوار النهاردة له قيمة علمية كبيرة جدا، قيمة التشخيص وعدم الاستهانة بالأعراض اللي العين يقولها. ودايما أنا بنصح الأجيال القادمة في الطب إنه ضعف اعتبارك دائما كل النقاط الاحتمالية في التشخيص، والأخطر حطه دايما في المقام الأول. يعني مثلا على سبيل المثال، الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا، يمكن دي المرة 100 اللي اتكلم فيها في المنطقة دي، آلام في هذه المنطقة، إبيجاستريك بين، ألم زي ما أنتوا بتقولوا في التعبير الشعبي في فم المعدة. طبعا إبيجاستريك بين منطقة في الطب معروفة لكل الأطباء، لا ينبغي الاستهانة به. الأبدومينال بين عموما لا ينبغي الاستهانة به، لأنه في مصرنا الحبيبة لما حد بيشتكي من آلام في المعدة أو في فم المعدة، التفسيرات الشعبية القريبة وحتى من ناس اللي ما عندهمش خبرة كافية أو كير كافي، أنا أتكلم على الخبرة دي الأهم، هي دي أو الأوقع، يعني ده المقلب الكبير، إن واحد يجي لك بألم هنا فتقول له إيه؟ ده شوية التهاب في جدار المعدة، تمام وارد، بس في فارق بين ألمين وتكتب له شوية أنتاسيد ومسكنات ألم وبتاع وخلاص ويروح، ويطلع مشكلة في شريان معين من الشرايين التاجية، الشريان ده يعمل الألم بتاعه لو انسد بجلطة في المنطقة دي. ممكن الألم في منطقة البطن يكون التهاب في البنكرياس وعمل مشكلة، ونفهم النهاردة تفصيليا ايه برضو التهاب البنكرياس، هل ممكن يقتل الانسان التهاب البنكرياس بشكل مفاجئ؟ هنفهم الكلام النهارده بالتفصيل من استاذنا الغالي. ممكن يكون ايه ثالث؟ وارد انه يكون حاجه اسمها اورتيك انيوريزم، اتساع وتمدد في الشريان الاورطه، والاورطه واحد يقول لي الاورطه هنا، الاورطه يا باشا هنا وهنا وهنا، الاورطه في اورطه طالع واورطه لافف واورطه نازل، يعني في كذا، يعني في مسار للشريان الأورطي كبير. اللي أنا عايز أقوله بس قبل ما نبدأ حلقتنا، أرجوكم ما تستهونوش بكلام العيانين. أنا لا أنسى من 25 سنة عيان دخل على رجليه الاستقبال، والعيان ده دخل قعد مع واحد من الزملاء، كنا لسه صغيرين قوي امتياز، دخل قعد قدامه مش قادر يتكلم، عنده صعوبة في تنفس ومش قادر يرد على الزميل، فالزميل صغيرين، فالزميل بيتهيأ له انه مش عايز يتكلم معاه، فبعد فترة انا شايفه فات ربع ساعة مثلا على الكشف، وكان بكشف على حالة تانية، لقيته بيقول له انت مش عايز تتكلم معايا ليه؟ فرحت له قلت له هو مش قادر يتكلم عشان عنده نهجان رهيب، مش قادر، النهجان مش قادر يتكلم بسرعة، لازم نشوف له الانفستيجيشن، ده ممكن يكون حاجة لا إما في الرئة لا إما في القلب. وفعلا كان داخل في أكيوت بلمونر إديما، التهابات في جدار الألفيولاي أو نشع في الألفيولاي، ده بسبب فشل في عضلة القلب الشمال بسبب ما يسمى باحتشاء في عضلة القلب. القصة إنك ما تستهونش بكلام العيان. النهاردة اللقاء الممتع مع أستاذ الأساتذة القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير والأسطورة الحية للعلوم الطبية اللي بنتعلم منه الكثير، أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي. بلاش إن الواحد يعمل لحد سونار ما يكونش فاهم فيه لمجرد إنه يعني بيتمنظر أو بيطمنه، ده كارثة. كلمة مرض مزمن في الكبد 99% هو تليف. الهيموجلوبين مادة سامة، الهيموجلوبين ممكن يأذيني. البول بقى ناس كتير بتستهون. البول جزء من وظائف الكلى، يعني ساعات كتير قوي دكاترة يطلبوا وظائف كلى وما يطلبش بول، ينسى، مش ينسى، هو مش مهتم. لما يجي لك واحد صفر اقول له بولك لونه ايه؟ يقول لي زي الشاي. حس
انت اي حاجه الا هيموليسيس. ساعات اورام الكبد تبقى ورم كبد شخصيا او جياله من قولون اي ثانويات، كل ده بيتشخص بالموجات الصوتيه. موجات صوتيه رائعه. المرضى اللي ممكن يتخوفوا من انهم يعملوا اشعه مقطعيه يقول لك لا ما انا خايف اعملها لا يطلع عندي حاجه، الفكره دي لازم تطلع من دماغ الناس، فكره ان انا خايف اعمل الشيء اللي يطلع عندي. الاستاذ الدكتور حسام موافي عضو مجلس جامعه القاهره، عضو لجنة الإعجاز الرباني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الشرفي لجامعة النهضة، عضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات دورة 2018-2021، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية طب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مجلس الأمناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العين، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسس الوحدة الثالثة لطب الحالات الحرجة كلية طب القصر العين، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في المجالات العلمية المحلية والعالمية، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015-2016 كلية طب جامعة القاهرة. حاول نرحب باستاذنا الاستاذ الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجه، الاستاذ بكليه طب قصر العيني جامعه القاهره، والمؤسس لوحده الحالات الحرجه بكليه طب قصر العيني، وعميد كليه الطب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس جامعه القاهره، الاسطوره القديره للعلوم الطبيه والطب الباطني والحالات الحرجه. اهلا بيك يا استاذ. اهلا يا ايمن. ايه النور ده؟ الله ينور عليك. انا قلت شويه كلام في الاول يعني صح مهمين، لانه في الفترات الاخيره حالات بيحصل لها ما يسمى بكلمه ميس دياجنوز. انا عايز حضرتك تشرح للناس قبل ما نبدا الحالات يعني ايه كلمه ميس دياجنوز في المعنى. خطا التشخيص احتمال من 2 لـ 3 له. خطا التشخيص احتمال من 2 ما نحط لهمش ثالث. يا رقم 1 واحد مش مذاكر مش ملم بالاحتمالات. الحته دي احتمالها ايه؟ 12 احتمال لازم يكونوا في مخك. 12 احتمال لازم يكونوا في مخك. من أول واحد حالته النفسية سيئة، لواحد بيدعي، لقرحة في المعدة، لالتهاب بنكرياس، لأورطة متمددة، لأورطة بتدسكت بتتقطع، كل احتمالات كثيرة جدا، لعصب تيبس دورسالس، كل الكلام ده. الاحتمال الأول مش ملم. الاحتمال الثاني مش بإيده، مش موفق. انت رجل غير موفق، ودي الكلمه اللي بقولها لك من يوم معرفتك يا ايمن. طبعا ابعت الاخلاص تنزل لك التوفيق. خليك مخلص في عملك، ربنا هيوفقك، لان فعلا ممكن تحتار. فعلا ممكن تحتار، ده جلطه في القلب ولا تاب بنكرياس، شبه بعض بالظبط. على بال ما تيجي الابحاث اللي انا طلبتها يكون عن مات بس بلاش وجع هنا، ممكن جلطه رئه وعايز هيبارين في الحال. فحاجتين، يا اما مش ملم، وده هقول لك انا بقول طلبه ايه بس حاجات هتضحك يعني، والله اوعى تضحك. يا اما مش موفق. انا بقول للطالب اللي داخل كليه الطب وما بيذاكرش سيب الكليه. لماذا؟ لو انا ما ذاكرتش وعيان مات مني ده قتل عمد. لو انا ذاكرت وعيان مات مني ده قتل خطأ. وشتان في ديننا بين القتل العمد والخطأ. انت ما ذاكرتش وبتشتغل دكتور، متأسف سيب المهنة، ذاكر كويس جدا جدا. لكن الخطأ وارد لأي إنسان في الدنيا، بس ده قتل خطأ مش عمد. إنما اللي مش مذاكر ده قتل عمد.
هو كنت ممكن بقول كمان يعني في حالات بتحصل لها كده ما نقولش برضو يعني يعني عديها مرحله القتل بتبقى الحاله تيرمينال يعني حاله جايه في الاخر تيرمينال تيرمينال حاله سيفير يعني حاله خطيره دينجرس يعني واحد عديه بيند قدرات الطب انه يصعد ده واحد من اهل عيان يقول لك ده حالته متاخره دي حاجه سهله المهم انا بقول ايه لو مات ومش مذاكر قتل عمد لو مات وانت مذاكر عيان سمع قال لي يعني احنا ميتين ميتين كده ميت كده طبعا مش مقصود كده فالقضية هي أيمن قضية الطب الشغوف قوي يخش كل الطب يبقى ده يعني هيذاكر مش هينام وهيتعب ومش هيشجع كورة ومش مالوش صحاب في واحد مرة اتريق عليا لما أنا بقول كده ده واقع ده واقع ولذلك الدكتور هاشم مورو رحمة الله عليه قال لي كلمة مرة وأنا لسه صغير كده قال لي مفيش حاجة اسمها دكتور كويس ودكتور وحش عادي يعني هو يا دكتور يا مش دكتور لا مش دكتور مفيش حاجة اسمها دكتور وحش يا دكتور يا مش دكتور فالاهتمام بالمذاكرة الأول عشان تلم بالاحتمالات كلها ثم التوفيق على فكرة التوفيق ملوش علاقة بالدين التوفيق له علاقة بالإخلاص الإخلاص دي قصة قضية خطيرة المخلص ربنا بيوفقه طبعا ولذلك احنا بنشوف ناس مثلا يعني ربما يكونوا مش متدينين خالص بس بيشتغلوا بشكل مخلص وربنا يرزقهم يبقوا متدينين يبقوا يعني ربنا يكملهم اكيد يعني ان شاء الله خلينا في الفتحة طب ترى 17 مرة في اليوم على الأقل ده على الأقل 17 مرة في كلمة تتعجب جدا ترتبها تتعجب جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خلاص أعلنت لله العبادة والاستعانة لا أستعين إلا بك يا رب ولا أعبد سواك بعديها تيجي اهديني الصراط المستقيم هل معقول بعد معل الاستعانة وكده اهدينا الصراط المستقيم بعد ولا مفروض تبقى قبل فالعلماء وقفوا في الحتة دي وقفة حلوة جدا اهدينا الصراط المستقيم قالوا الهداية ثلاث أنواع ده بمناسبة الكلام اللي بنتكلمه مش بعيد الهداية ثلاث أنواع في الهداية يا أيمن الفطرية الجاموسة ولدت ابن الجاموسة راح على الضرع يرضع مين اللي قاله؟ مين اللي قاله؟ طب ما يروح على راسها ودنها رجلها راح على الضرع وحط بقه ورضع عشان يعيش فدي هداية فطرية ربنا اللي حطها بالفطرة فينا وفي الهداية الاختيارية الخمر حرام انت حر عايز تشرب اشرب مش عايز انت حر فدي ربنا هداك اختياريا وفي هداية التوفيق دي اللي بتدعي بها في الفتحة انا عملت كل حاجة وصوت صح وكل حاجة والكرة جت في العرض فانت غير موفق فهداية التوفيق هي دي اللي بنعرف الفتحة اهدينا الصراط المستقيم هي هداية التوفيق انت بتقرأ 17 مرة في اليوم ان تكون موفق لا انت بتقرأ عشان الخمرة ولا انت بتقرأ عشان الفطرة الكيسز اللي هنطرحها النهاردة أي أو في الحلقات ما قلتليش حلوة الحتة دي حلوة يا باشا حلوة جدا بس يعني هي لازم الناس تفهم ولازم الدكاترة الشباب يفهموا ان هم مطالبين ان هم يكونوا مستعدين بسلاح المذاكرة الجيدة جدا ده سلاح قبل ما يدخل المعركة ينتصر يكسب النهاردة يخسر بكرة دي مش مشكلة المشكلة انه دايما يكون معاه السلاح الطب ده علم لازم اعرف هل انا ممكن اتكلم في الفلك لا ما اعرفش لاني ما ذاكرتوش وبرضه اللي ما ذاكرش طب مش هتكلم في الطب الكيسز اللي هنشرحها النهارده او حضرتك هتشرحها لنا النهارده هنوري الناس ازاي يكون التشخيص ده فن مبني على اساليب معينه فبني على فكر معين فدايما نركز مش ده موديل يعني مش ممكن قوي نفس الكلام ده لحالة تانية يكون احتمال تاني غير الأولاني
وفي احتمالات دايما. صح. وده يخليني اقول دايما ان الطب لازم انا والمريض، انا والعيان، نكون مع بعض وجها لوجه. صح. عشان نكشف عليه. فكره بقى اي حاجه تانية غير كده دي حاجات مش مظبوطه، اللي هي بقى عيان اتصل بيا يبعت لي على الواتساب بقول له الكلام ده. لا، اول حاجه بنت بعده بتقول والدتي مريضه من خمسه بالسكر من 25 سنه وتعاني من دوخه مستمر ولم يفلح معها جميع طرق العلاج. طيب بتسال الاسلوب الافضل ايه؟ دوخه وسكر 25. هو طبعا مضاعفات السكر تعتمد على الزمن وليس على رقم السكر. يعني واحد سكره عالي جدا جدا بس بقى له سنه عنده سكر، غالبا محمي من المضاعفات وسكره معقول، لكن بقى له 25 سنه غالبا عنده مضاعفات. الدوخه في السكر دي مكتوبه، لكن بما انها بقالها فتره طويله ما فكرش في الحاجات الحاده. مثال نقص السكر يعمل دوخه؟ بس لا يمكن تكون الست دي كده، لا يمكن. لماذا؟ بتقول لها بقى لي 25 سنه عندي دوخه، بقى لي فتره طويله جدا، نقص السكر ده ما كانش يتعالج في ثانيه العين يروح. ومن فضل ربنا علينا كدكاتره وفضل ربنا على المرضى كمرضى ان احسن واحد يشخص نقص السكر المريض. هو بيحس، هو يحس عرق وجعان ومرعوش، يروح واخد حاجه حلوه انتهت المشكله. غالبا دي مش كده، الدوخه دي مش دوخه نقص سكر. نمره اتنين ان يكون العيان عنده اسيتون والاسيتون يعمل دوخه ودوخه شديده، غالبا دي مش كده، لان الاسيتون مضاعفه تستدعي دخول مستشفى. مش معقول راحت لدكتور وما حللهاش اسيتون. واضح من التعبير انها دوخه مزمنه، مزمنه وثابته، وثابته. يبقى لا هي نقص سكر ولا هي اسيتون، اللي هم الاثنين الكبار قوي اللي هم اخاف كلمه دوخه مريض سكر، دول يخوفوني قوي ودول على المستشفى جري. انما دوخه مستمره دي لها اسباب عديده. ضغطها كويس؟ ما قالتش. قد تكون الدوخه لا علاقه لها بالسكر، لا علاقه لها بالسكر خالص، وتكون من الضغط، تكون بتاخد دواء بيدوخ، وارد جدا جدا. لكن لو انا جات لي حاله زي دي، اول حاجه افكر فيها خلل في الجهاز العصبي، التهاب اطراف اعصاب او جزء من النخاع الشوكي اللي هو البوستيريور كولم. دلوقتي انت عندك كام احساس؟ نوعين، احساس سطحي وعميق. عشان المشاهد يتابع، احساس سطحي زي شكة الدبوس ده له عصب خاص، زي تلجة لها عصب خاص، زي حاجة سخنة لها عصب خاص، زي ما الدعك لها عصب خاص. التلاتة دول سطحي، تاتش سنسيشن بين سنسيشن تمبريتشر، سطحي. الالم والحراره والتاتش دول كلهم سطحيين. لكن في الام عميقه، ديب سنسيشن. الديب سنسيشن عميقه، يعني انا واقف على الارض دلوقتي كويس، مين اللي قال لي ان انا مظبوط؟ عصب. عصب مشي 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 وراح. لازم تقول سبحان الله. عشان كده العصب ده يختل، ممكن تلاقيني باجي قدام واجي ورا. طب بظبط نفسي بايه؟ بعناية. استعدت عن العصب بعيني كده، انا قربت اروح رجع تاني، كده انا بعدت اروح ما قرب تاني، لاني مش داري انا فين. فده اللي ممكن يكون عندها، هي مش دوخه، هي مش عارفه توزن نفسها. انت لو مشيت، انا بقول للناس، انت لو مشيت في اوضه ضلمه على البلاط والاوضه ضلمه، اهي عارف ان ده بلاط، ده اسمه ديب سنسيشن. لو مشيت في نفس الاوضه ضلمه انت مش شايف، على مرتبه، هتقول على مرتبه، هتقول انا دايس على مرتبه اهو. هي ما عندهاش بقى، ما عندهاش العصب ده اللي يقول انا فين. فديب سنسيشن، فهي بتتحرك قدام، بتظبط بعينيها وترجع لورا تظبط بعينيها،
اسمها سنسوري اتاكسيا اللي الدكاتره طبعا سنسوري اتاكسيا سنسوري اتاكسيا دي تسبب دوخه شديده جدا جدا فممكن جدا كده بس للاسف يا بنتي دي ما لهاش علاج ده دي لو في الحاله كده بالتوصيف ده في حتتين ما ينفعش تروحوا من البنت دي الست دي ما ينفعش تدخل السينما والسينما ضلمه ايوه لان السينما لو ضلمت ما هي في لحظه معينه سينما هتقع وما ينفعش تدخل الحمام والحمام ضلمه لازم يكون لمبه الحمام اصل الحمام يعني هي احنا بصي مش عايزين نسود الدنيا في وشها بس الاحساس ده احساس تاكل في العصب اما الاعصاب الطرفيه واما جزء من النخاع الشوكي يا اما البريفر نيرف يبقى عندها بريفر نيورايتس التهاب في اطراف الاعصاب يا اما بوستيرو كولم وده بيجي في السكر ويعمل هذا المنظر السئيل الثلاثه بيحصلوا في السكر يعني السكر ممكن ياثر على الاعصاب الطرفيه وعلى ياثر على البوستيرو كولم وممكن ياثر على البيراميدال وعلى الروت وياثر على البيراميدال يعني نادرا اكيوت كومباين ما بيعمل بي 12 في النص يعني هو نادرا ياثر البيراميدال نادرا لازم ياخده من فوق ك اوعيه دمويه باظت فباظت البيراميدال من فوق انما هي يا اما التهاب اطراف اعصاب يا اما العمود الخلفي اللي هو البوستيرو كولم يعمل بقى ثلاثه مع بعض بس سب اكيوت كومباين ديجنريشن بس لو سمحتي لو سمحتي ما حدش يسيبها ما حدش يسيب امك يعني ما تخرجش لوحدها يعني دايما حد جنبها لان ذي الاعصاب دي للاسف العلم لم يصل لها انها تصلح ما وصلهاش يعني في ناس بتدي فيتامين ب حقن كل يوم هذا خطا شديد جدا لان ليست السبب نقص فيتامين ب في ناس بتقول ده تصلب في شرايين العصب مش صح لما قطعوا العصب وشافوه بميكروسكوب طلع مش متصلب في واحد قال ده من الاسيتون المتكرر بيجي الناس ما جالهاش اسيتون خالص هو في له نظريه اللي هو في سكر اسمه سوربيتول اكتيفيشن اوف سوربيتول باسوي السوربيتول مش شغال صح اكتيفيشن سوربيتول التريشن اوف ده هو ده اللي بيبوظ العصب دي حته يعني في الطب رخمه جدا 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 انا شفت حالات اللي هي ان السكر يكون اثر بقى على الجهاز العصبي بصيره كولم بالشكل ده مشيتهم تبقى مميزه قوي هاي ستيبج جيت اللي هي ماشيه بيرفع رجله جامد حاسس الارض فين عشان يدب جامد هو مش حاسس الارض فين فبيرفع وينزل ما تقلقيش يا بنتي هي مش حاجه قاتله يعني حاجة مقرفة بس مش قاتلة طبعا نهجان عرض سخيف يعني أي حد يا أخوانا من السمعنا ينهج جري على الدكتور النهجان ده من واحد نفسيا تعبان الواحد بيموت الدكتور مظلوم يا عيني لان اللي بيحكموا عليه اتنين والاتنين ما بيفهموش لا لا ده الطالب والمريض تلاقي واحد مثلا يقول لك ده دكتور ممتاز ده سمعته طول كده يا عم الحاج فانت الناس فاكره اللي يغيب في الكشف يبقى دكتور كويس ماشي على مهله بس انا جبت اللي انا عايزه في ثانيه بيعاني من عرض قد يعني البعض يطنشه وده كارثه هي بيعاني من اسهال من 4 شهور مع وجود دم ومخاط بالبراز حاله زي دي ملهاش غير منظار ثاني اكسيد الكربون لما يذوب في الميه يعمل حامض كربونيك ده حامض طب ما انا عندي حموضه في المعد في الدم وكمان حامض كربونيك يوم اغسله اطلع ثاني اكسيد الكربون يوش يوم يريح الحموضة فهو بينهج عشان يتعالج سن 24 لا يستبعد القلب بتاتا طبعا هو مش كومن يعني هيبقى الكومن سن 50 حول 50 لكن 24 يجيله خاصة انه مدخن بس يا ابني انت سامعني دلوقتي احلف على المصحف ما تشرب سجاير تاني احلف لان ده انت بتنتحر ابو العريف يا باشا انواع واشكال في ابو العريف اللي بيعالج الناس كلها بالكروكومين كل الامراض بتعالج بالكروكومين انا ما اعرفش حضرتك سمعت عن حاجه زي دي حاجه بشوف اعلان كده الاقي كاتب مثلا 26 مرض بيتعالج بالكروكومين انا ما اعرفش ايه هو الكروكومين اساسا
يعني عارفه يعني بس مش بيعالج اي حاجه. ضغوط القلب والقولون والقولون والارتكاريا والارتكاريا والاكتئاب روماتويد روماتويد والزيبه الحمراء. كتير من الناس بتشتكي من المايه البيضاء ودي قصه واضحه جدا وباينه جدا، وبرضو انا شايف انه الثقافه بتاعت الناس المفروض تتقدم في انها ازاي تكتشف مبكرا. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلاً بيكم، النهاردة يوم مهم جداً جداً، واحد من الأيام اللي بننتظرها، من الفقرات الشديدة التميز السوبر إبسودز عندنا النهاردة، وخصوصا ان الموضوع النهاردة برضو مهم وحديث جدا. يمكن ما بنتكلمش كتير عن ما بعد الجراحات، ما بعد عمليات المياه البيضاء. كتير من الناس بتشتكي من المياة البيضاء ودي قصة واضحة جدا وباينة جدا، وبرضو انا شايف انه الثقافة بتاعت الناس المفروض تتقدم في انها ازاي تكتشف مبكرا، ازاي تبقى عندها الثقافة والرغبة انها تعالج المية البيضاء. ناس كتير وستات كبار رجالة كبار وساعات مش كبار قوي بيشتكوا من المية البيضاء. المية البيضاء بتعيق الحياة يا جماعة، بتخليكش تسوق كويس خالص، تبقى خطر جدا في السواقة. وعلى فكرة في حوادث بتحصل نتيجة ان واحد عنده مية بيضاء ومكسل يعالجها، يقولك استنى شوية لما ارجع من السفرية، لما تخلص خلاص. احنا الحمد لله في موقع متميز جدا دلوقتي من العمليات، وكل العمليات رجعت تشتغل بشكل طبيعي تاني مع وجود المحاذير ووجود البروتكشن والحماية الكاملة. عايز اقول بقى بعد العملية تعمل في اسئله كتيره قوي، هلبس نظاره ولا مش هلبس، طب هشوف القرايه ولا هتضايق، طب ايه الحديث النهارده. طب العيون تقدم مذهل في عالم العدسات، لانه عالم العدسات دي وراه شركات عملاقه فبتطور بشكل مستمر طبيعه هذه العدسات. فلذلك في كام سؤال النهارده مهمين جدا هنطرحهم على ضيفي العزيز، اسئله هيكون مضمونها اكيد هو ما بعد عملية المية البيضاء، نوع العدسات اللي ممكن نلبسها تكون ايه، طبيعتها ايه، ايه المشاكل اللي ممكن تواجه مريض ما يستخدمش التكنولوجيا المتقدمة في النوعية دي من العمليات، هتبقى شكلها عامل ازاي. النهاردة لقاء اكيد زي ما قلت لكم في الاول من واحد من السوبر ابيسودز عندنا، لانه ضيف العزيز يعني واحد من ركائز الثقافة الطبية في الناس الحلوة، والدكتور حقيقة بنينا مع بعض مفهوم الثقافة الطبية في واحدة من أصعب البرانشات وهي العيون. العيون يعني ضيفي العزيز اللي أكيد أبدع كثيرا جدا في شرحه لكثير من النقاط، الاسم الأكاديمي الرائع وطبعا الجراح الباهر على مستوى مصر والوطن العربي، ضيف العزيز الأستاذ دكتور أحمد عساف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا وميرسي على المقدمة العظيمة دي. ده أقل من الواجب، أنت فعلا قدمت للثقافة الطبية وتواجدك كان نقلة نوعية في البرنامج، بسبب أنه يعني في الوقت ده كان الأكاديميين والأساتذة الجامعة تواجدهم في الإعلام كان بدأ يعني معودة، يعني ناس كتير بدأت تشجع بعد وجودك معنا. هو الثقافة الطبية طبعا حضرتك عارف ان هي مهمة جدا، يعني وخاصة ان هي تكون مصدر موثوق فيه علشان تبقى يعني معلومة واصلة مظبوط للشخص اللي رجل الشارع العادي. يعني احنا النهاردة نوع معين من الحلقات اسم انا بسميه الحلقات السوبر، يعني حلقات السوبر تكنولوجي، التكنولوجيا المتقدمة قوي، لانه المياه البيضاء احنا اتكلمنا كتير على في حلقات عن عمليه المياه البيضاء، لكن ما بعد عمليه المياه البيضاء. فانا عايزك توصف لي باختصار العمليه وما بعد العمليه، ايه اللي بيحصل؟ اعتقد يعني الحمد لله انتشرت الثقافه الطبيه قوي عند في عموم المواطنين يعني،
وناس كتير بقت فاهمه يعني ايه ميه بيضاء. واحنا نقولها في عجاله دلوقتي، الميه البيضاء عباره عن عتمه في عدسه العين، عدسه البلوريه اللي موجوده في العين اللي ربنا خلقنا بيها بتكون عتمت. ففكره العمليه باختصار شديد ان انا بستبدل العدسه دي بعدسه ثانيه. يعني طبعا مش بنشيل العدسه زي زمان، زمان كنا بنشيل العدسه كلها ونزرع مكانها عدسه ثانيه، او ساعات المريض يلبس نظاره سميكه بعد العمليه. دلوقتي بقينا نفتتها بالموجات فوق الصوتيه او بنفتتها بالفيمتو ليزر، وبعد كده نزرع مكانها عدسة تانية. العملية بتتم تحت مخدر موضعي من فتحة صغيرة جدا، حاجة زي يعني 2 ملي أو يمكن أقل كمان، وفترة النقاء بتبقى سريعة جدا، والمريض بيرجع يمارس حياته تقريبا يعني بعد 48 ساعة من توقيت العملية. والعدسات دلوقتي تقدمت زي ما حضرتك تفضلت، وبقينا نزرعها من فتحة صغيرة جدا، مش محتاجة أن هي ناخد غرز، وبالتالي النظر بيتحسن. بس اللي عايز نوضحه وحضرتك اصابته ما بعد العمليه، في ناس كتير يقول لك بعد العمليه انا زرعت عدسه، طب انا يعني هلبس نظاره ليه؟ فدي ده سؤال مهم قوي، ان ناس كتير فاكره ان انا مجرد ان انا حطيت عدسه جوه عينيا يبقى انا كده المفروض ان انا هشوف البعيد والقريب كويس. لا، العدسه دي مخصصه للحاجات البعيده، يعني العدسه اللي بنزرعها لما تيجي تبص على حاجه قريبه هتحتاج تلبس نظاره قرايه عشان تكون واضحه زي الموبايل او الورده. لكن عندنا عدسات تانية ممكن نستخدمها ان هي تشوف بيها البعيد والقريب. العدسات اللي احنا اللي ربنا خلقنا بيها بتتغير البؤره بتاعتها، يعني لما اجي ابص على حاجه بعيده ليها قوه معينه، لما اجي ابص على الموبايل في ايدي ليها قوه تانية معينه، متغيره القوه. ودي حاجه احنا كبني ادمين مش قادرين لسه نحاكي العدسه اللي ربنا خلقنا بيها، فبالتالي بنخصص العدسه المفروض بصوره تقليديه كلاسيكيه تماما، ان هي العدسه اقول لك انت هتشوف بيها البعيد كويس، يعني هتقدر تشوف بيها العربيه، تسوق العربيه وتتفرج بيها على التلفزيون، لكن لما تيجي تمسك الموبايل قدامك او حتى ريموت التلفزيون ممكن الارقام اللي على الزراير تكون مزغلله، فتضطر انت تلبس لها نظاره. قيل ان هي اسمها نظاره القرايه، لكن هي اساسا اسمها نظاره القريب، عشان هي مش مرتبطه بالقرايه بس، هي مرتبطه باي نشاط اي حد بيعمله على مسافه قريبه اللي هي مسافه ال 40 سنتي. طيب ليه بقى المريض بقى بيلبس نظاره؟ طب احنا حطينا العدسه علشان يشوف بيها البعيد. لا، بعض الناس برضو بعد ما نحط العدسه بيحتاج يلبس نظاره وهو سائق العربيه، لان في حاجه اسمها استجماتيزم. استجماتيزم يعني القرنية بتاعة العين المفروض تكون على شكل دايرة منتظمة، عند بعض الناس تبقى على شكل بيضاوي، فبالتالي الانكسار بتاع الأشعة بيبقى مختلف شوية. يعني بعد المريض لما يحط عدسة جوه العين بعد المية البيضاء هنقول له تفضل في نظارة لسواقة العربية والتلفزيون وفي نظارة تانية للقراية. هنا المريض بيتضايق جدا وعنده حق، لأن المعلومة ما وصلتلوش صح. احنا لازم نفهم ان احنا عندنا مستويات من عملية المية البيض، لان ممكن المستويات دي بتختلف على حسب انواع العدسات اللي بزرعها جوه العين. في عندنا عدسات مية بيضة عادية اللي هي العدسات اللينة اللي احنا بنزرعها وقت المية البيضة وبتخش من فتحة صغيرة، دي هتصلح المية البيضة، يعني العتامة او الشبورة اللي كانت موجودة بسبب المية البيضة هتختفي ويبقى في صفاء في الرؤية، بس هيحتاج نظارة للتلفزيون والسواقة العربية ونظارة تانية للقراءة. لكن عندنا دلوقتي عن انواع كتيرة جدا من العدسات، ده يعني اللي في الشاشة دي عينة من العدسات اللي موجودة اللي احنا ما بقينا نستخدمها. عندنا انواع كتيرة جدا، مش انواع بمعنى ماركات، ما اقصدش ماركات زي ماركات العربيات، لا، كل عدسة بقت دلوقتي بتؤدي وظيفة مختلفة عن العدسة التانية. فعندنا عدسات بتصلح الاستجماتيزم، يعني تصلح عيوب الابصار، بقينا بدل ما تبقى عدسة عادية بقى عندنا عدسة تصلح تشيل الشبورة بتاعة المية البيضة، ولو عندنا كمان عيوب في انكسار الأشعة وهي داخلة جوه العين هتصلحها كمان بحيث تديني رؤية واضحة للتلفزيون أو سواقة العربية. هنا يبقى أنا ممكن أسوق العربية من غير ما أحتاج ألبس نظارة، أو أتفرج على التلفزيون من غير ما أحتاج ألبس نظارة معظم الوقت. في بعض الناس بيبقوا طماعين شوية يقولك طب انا عايز ارجع زي الاول، ان انا امسك الموبايل وامسك الريموت مثلا، مش محتاج ان انا اضل البس النظاره عشان اشوف الحاجه القريبه، بقى اقلع النظاره بقى اشوف القناه اللي انا قدامي في التلفزيون. عمليه مزعجه جدا. هنا عندنا عدسات متعدده البؤره. الكلام ده العدسات المتعدده البؤره موجوده بقى لها فتره طويله، حصل تطور رهيب في خلال الفتره اللي فاتت دي. كان عندنا مشاكل من ناحيه جوده الرؤيه مع المريض، بيشتكي من هالات بالليل، مش شايف كويس، رؤيه مش حلوه قوي،
حصل تطور في ناحية المواد المصنوعة من العدسات والتقنية بتاعت العدسة نفسها بتديك صفاء في رؤية أكتر بكتير قوي من الأول، وبالتالي المشاكل اللي هي رؤية ليلية بقت قليلة، واعتماد المريض على النظارة قل بنسبة يعني نقدر نقول بقى حوالي 5% أو أقل كمان. متعددة البقرة دي كلمة مش واضحة لناس كتير دلوقتي. يعني العدسة لها قدرة ان هي تقدر تشوف بوضوح على مسافة بعيدة على سبيل المثال التلفزيون، وعلى مسافة متوسطة على سبيل المثال شاشة الكمبيوتر اللي هي على حوالي 50-60 سنتي، وعلى مسافة قريبة اللي هي الموبايل او القراية او اي نشاط الواحد بيعمله على مسافة قريبة. فليها بقرة للقريب وبقرة للمسافات المتوسطة وبقرة للمسافات البعيدة. دي كأنها بنقلد عدسة اللي ربنا خلقنا بيها، بنقلد العدسة. هنا في مسافات مختلفة، في عندنا عدسة بتجمع الأشعة على مسافة متوسطة أو مسافة بعيدة أو مسافة قريبة. عندنا دلوقتي العدسات بتعرف تجمع الثلاث مسافات دول مع بعض. العدسة اللي ربنا خلقنا بيها أعلى لسه من كده، هوت هي مش مجرد ثلاث مسافات بس، لا هي continuous متصل من أول هنا هوت لغاية إلى ما لا النهاية أقدر أشوف بوضوح. إحنا لسه ما وصلناش لهذه التقنية. طبعا دي حاجة يعني سبحان الله، يعني ما نقدرش إن إحنا العدسة الطبيعية تقدر تشوف مثلا لو إحنا تحددنا بوضوح على بعد 20 متر، على بعد 10 متر، على بعد 9 متر، 8.5، 7، 4.5، 3.5، 3.45، كل درجة تقدر تشوفها عادي. العدسات المتعددة للبؤر يعني في لها مسافات محددة. مسافات محددة هي بتختلف بقى من كل عدسة والتانية. في عدسة تديك مسافة على 30 سنتي، في عدسة تديك مسافة واضحة على 40 سنتي، والعين بيبقى فاهم. لازم هي بقى المهم هنا هو ان لازم يبقى في كلام مع المريض قبل عملية المية البيضة، ايه اللي ممكن نقدر نعمله له واللي ما نقدرش نعمله علشان تبقى النتيجة مرضية للمريض في الآخر. ما ينفعش ان انا ما اديلوش المعلومة دي يجي بعد كده هو بعد العملية العملية تبقى ناجحة ممتازة 100% ونيجي نقول للمريض فضل حضرتك النظارة بتاعت المسافات اهي ونظارة القراية اهي. هنا بيبقى فيه نوع من انواع الاحباط. طب انا ليه هلبس نظارة؟ طب انا ما زرعت عدسة، طب ما قلتليش ليه؟ كان ممكن ان انا اقلع النظاره، او انا عندي رغبه ان انا اقلع النظاره، ليه ما خدتش الفرصه ان انا اعمل كده اهوت. يمكن تكون التكلفه الماديه اعلى شويه صغيرين، لكن في بعض الناس او بعض المرضى بيبقى عندهم الدافع ان هم يقلعوا النظاره وبيقدر يعني يتكفل بثمن العدسه في حالات زي كده اهوت. فهنا عايزين نوضح بس ان الميه البيضاء معناها عتامه في عدسه العين، احنا بنستبدلها بعدسه ثانيه. عندنا عدسات دلوقتي عاديه وعدسات متقدمه، ده اسمه بريميوم لانسز، ده خلاص الجرى العرف ان نسميها بريميوم لانسز او عدسات متقدمه. عدسات متقدمه هي مش عشان الميه البيضاء بس، عشان تعالج عيوب الابصار وتدينا فرصه ان احنا نستغنى عن نظاره المسافات او نظاره المسافات والقرايه مع بعض. السؤال بقى يعني برضو في كلام حضرتك واحنا بنتكلم دلوقتي واضح ان في شروط معينه او في سيتويشن او وضعيه معينه هي اللي انا اقدر اعمل فيها النوعيه دي من التكنولوجيا، ولا ممكن كل مريض ميه بيضاء؟ ده سؤال مهم جدا. واشكرك على السؤال ده، ان هو مش اي حد نقدر نصلح له عيوب الابصار مع الميه البيضاء. في بعض الناس بنقدر نصلح عيوب الابصار وبعض الناس لا. على سبيل المثال الناس اللي عندهم مشاكل نتيجه السكر في الشبكيه بيبقى صعب ان احنا نصلح عيوب الابصار معاهم. الناس اللي عندهم عتمات على القرنيه اللي هو الجزء السطحي الخارجي من العين، الناس اللي عندهم تعرجات شديده في القرنيه نتيجه التهابات قديمه قبل كده اهوت، الناس اللي عندهم استجماتيزم بصوره معينه او استجماتيزم بدرجه عاليه شويه بيبقى صعب ان احنا نصلحه وقت العمليه. فهنا لازم في شروط قاسيه جدا ان احنا بنفحص العيان او بنفحص العين كمان من اول القرنيه لغايه العصب البصري عشان نتاكد ان نوع العدسات المتقدمه ينفع، وانهي نوع كمان يعني بنقول هل هو ينفع ان احنا نصلح عيوب الابصار، وانهي عدسه مناسبه لهذا المريض وهذه العين. هذا المريض بمعنى ان كل مريض وليه لايف ستايل او اسلوب معيشي مختلف عن التاني. في بعض الناس حياتهم كلها في الخارج او الدورز، عايز يخرج يخلص شغله ينزل يروح الجيم يروح حمام السباحه يعوم شويه، قراياته قليله بيمسك الموبايل بس يرد على كام رساله وخلاص. وفي ناس تانية من البيت للشغل ماسك الكمبيوتر ماسك الايباد قاعد طول النهار يقرا يخلص يمسك الموبايل شويه ويخش ينام وهكذا.
فهنا بتختلف احتياجاتك البصرية تختلف، ودي دورنا احنا كدكاترة، بنقعد مع المريض نشوف اللايف ستايل ماشي ازاي، احتياجاتك ماشي ازاي. اذا كان احتياجاتك اكتر للاوتدور او للخروج بره، فاحنا بنركز ان احنا نصلح لك النظر البعيد عشان ندي للمريض اعلى مستوى من الرؤيه للمسافات البعيده، وهنا المريض بيتقبل بسهوله موضوع القرايه ان هو مش بيقرا كتير. في بعض الناس اللي هم بيحبوا يقعدوا على الموبايل فترات طويله او الايباد فترات طويله او شغله كده او هو هوايته كده. في بعض الناس يخلص شغله ويرجع البيت مسك يحب يقرا ويطلع، خلاص هنا بنقول له نقدر نديك فرصة ان انت متحتاجش تلبس النظارة في القريب، والبعيد برضه هيبقى شايف كويس من غير نظارة، ويبقى يتفرج على التلفزيون برضه من غير نظارة، على حسب اللايف ستايل. مهم جدا، زائد طبعا ان لازم العين تكوينها العضوي يسمح بهذا النوع من العدسة، ما يبقاش في مشاكل في الشبكية، ما فيش مشاكل في العصب البصري، ما فيش مشاكل في القرنية، يعني ليها شروط قاسية جدا. ليها شروط بحيث ان انا بحدد المريض ده مثلا لو في مشاكل في القرنيه هل ممكن اظبط له القرنيه بعد كده واعمل له؟ صعب شويه، ممكن طبعا نظريا، بس مش سهله قوي. المشاكل ان هي لو كان في استجماتيز في القرنيه ممكن نصلحه مع العدسات او نصلحه بالليزر بالفيمتو ليزر، لكن مش كل المشاكل في القرنيه نقدر نصلحها. فيعني لو كان في عتمات زي ما قلت لحضرتك، او لو كان في نوع من انواع الاستجماتيز الانحراف بتاعه الاشعه مش مظبوط شويه، بيبقى صعب ان احنا نصلحه عشان ندي اعلى نتيجة ممكنة مع هذا النوع من العدسات. العدسات دي بتبقى غالية، وعلشان المريض يستفيد منها تماما لازم كل حاجة تبقى مظبوطة بنسبة 100% من أول القرنية لغاية العصب البصري، ومن قبل القرنية كمان بالمناسبة لازم يكون كمان طبقة الدموع، يعني ما يبقاش فيه جفاف شديد في العين، طبقة الدموع نفسها تكون منتظمة على سطح القرنية، وهنا يستلزم فحص الجفاف قبل كمان هذا النوع من العمليات. طب احنا دلوقتي قررنا ان احنا نعمل العملية، هل الإديوكيشن أو الكلام مع المريض بيكون قبل العملية بس، ولا بعد العملية بقى في حالة ريهابليتيشن أو تجهيز المريض؟ عندنا قاعدة بتقول هتتكلم مع المريض قبل العملية كتير، مش هتقعد مع المريض ومش هتتكلم عليه، مش هتتكلم مع المريض بعد العملية كتير وهيبقى مبسوط وسعيد. مش هتتكلم مع المريض قبل العملية وهتعمله العملية من غير ما تفهمه، هتضطر تبذل مجهود كبير جداً عشان تقنع المريض ان العمليه ناجحه وان هو ده احسن حاجه بالنسبه له. فلازم المريض يبقى فاهم قبل ما يخش العمليه احنا هنقدر نعمل له ايه ومش هنقدر نعمل له ايه كدكاتره. مش كل الناس نقدر نصلحها لها عيوب الابصار، في ناس نقدر وفي ناس لا. لازم يبقى المريض فاهم كويس قوي ايه اللي هيحصل ومتوقع ايه بعد العمليه. ده بياخد وقت شويه، يستلزم طبعا مجهود من الدكتور، بس يعني ده اللي بنسميها المودرن كاتراكت سيرجي او عمليات مياه البيضاء الحديثه دلوقتي. ما بقتش زي زمان هو مجرد ميه بيضاء نحط عدسه ويلا مع السلامه والنظارات موجوده وخلاص، لا. دلوقتي تطلعات المريض بقت اعلى بكتير من الاول، والمريض بقى عايز يرجع يبقى سنه 20 سنه، ما بقاش بقى مجرد طالما في تكنولوجي، طالما في الامكانيه موجوده حقه طبعا. في سؤال محاكاه هنا برضو، هو ممكن يكون بعيد عن موضوع المياه البيضاء، لكن هو أكيد السؤال بيسأل على تصحيح الإبصار، هنستفيد منه النهاردة، نستغل إن ضفنا معنا النهاردة نفهم السؤال. دايما أسئلة المقارنة في العيون أسئلة مهمة للغاية. تعالوا نسمع مع بعض سؤال محاكاة لمريض، بس اللي هيقوله فريق الإعداد بتاعنا. دكتور، هو إيه الفرق ما بين عمليات الليزك والفيمتو ليزك؟ علشان انا سمعت ان الفيمتو ليزك بتقعد اكتر او تأثيرها بيكون اطول، لكن الليزك بحتاج ان انا اعملها تاني بعد 5 سنين، فهل ده صحيح ولا لا؟ معلومات ما شاء الله كلها غلط. هو صحيح ومش صحيح يعني، هو والله هو صحيح ومش صحيح. طيب نشرح بالراحة بقى. بص، هو سؤال سؤالين هم او سؤالين، الليزك والفيمتو ليزك الفرق بينهم ايه، و هل فعلا الليزك بيعاد تاني مره ثانيه؟ طيب نمسك السؤال الاولاني، الفرق ما بين الليزك والفيمتو ليزك. كلمه ليزك، ليزك اساسا ان انا بعمل قطع في القرنيه، القرنيه كنسيج بعمل قطع فيه علشان الطبقه السطحيه بتاعت القرنيه دي الطبقه اللي فيها الاعصاب، دي الطبقه اللي بتحس بالالم. لو سلطت عليها شعاع الليزر عشان اصلح عيوب الابصار، المريض هيحس بالم بعد العمليه على طول. فاحنا بنرفعها نبعدها عن مسار الليزر علشان الليزر ينزل يصنفر القرنيه يشكلها تاني عشان اصلح عيوب الابصار. فكلمه ليزك يبقى انا بعمل قطع في القرنيه وبشيل الطبقه الخارجيه ببعدها عن مسار الليزر، وبعد ما بخلص برجعها تاني مكانها. القطع ده بقى بيتعمل ازاي؟ بمشرط اسمه ليزك.
بليزر مخصوص اسمه فيمتو يبقى اسمه فيمتو ليزك. يبقى الفرق ما بين الاثنين ان هنا في الليزك انا بستخدم مشرط عشان اعمل الخطوه الاولانيه دي، لكن في الفيمتو ليزر بستخدم ليزر اسمه فيمتو للموضوع ده. طبعا مين الأأمن؟ اكيد الفيمتو ليزر. الفيمتو ليزر هيبقى ادق احدث وامن. ليه؟ ان انا القطع اللي انا بعمله ده بعمله على مسافه معينه من سطح القرنيه زي ما هو موجود هنا. انا ممكن اقول اصلا انا عايز اعمل السمك ده 100 مايكرون، عمري ما هعرف اظبطها بمشرط، استحاله ولو كنت انا جراح يعني ايه. فهنا بعد ما بنعمل القطع ده شعاع ليزر بيصلح عيوب الابصار. الخطوه الاولانيه دي احنا بنرجع كده الشريحه تاني مكانها. الشريحه دي ليها سمك ما اقدرش اتحكم فيه بالليزك العادي زي ما بتحكم فيه بالفيمتو ليزك. السمايل طبعا دي بناء عشان الفيديو شغال هي نفس الفكره، بس انا بعمل قطع في القرنيه بالفيمتو ليزر، ما بستخدمش نوع تاني الليزر هو اكزما ليزر عشان اشكل القرنيه، لا انا بسحب طبقه من القرنيه علشان اصلح قصر النظر او اصلح استجماتيزم. فهنا اجابه بس السؤال بتاع الاعداد ان هو كلمه الليزك يبقى في قطع انا بستخدم مشرط لو انا ليزك، بستخدم فيمتو ليزر لو انا بعملها فيمتو ليزك. فيمتو ليزك هو الاحدث هو الامن، بتحكم في السمك بتاع الشريحه الخارجيه بدقه عاليه جدا غير الليزك. طب لما بتحكم بقى في السمك ده هجاوب على السؤال الثاني، لما بتحكم بقى في السمك كويس قوي ده بيديني امان اكتر، يعني في ممكن ثبات في النظر اكتر. لما بعمل قطع في القرنيه، القرنيه كنسيج ممكن يضعف ويحصل له تمدد في المستقبل، وده هيترجم في صوره تدهور في النظر بسبب عمليه الليزك. لكن لما بعمل الشريحه دي بعيد قوي يعني رفيعه قوي، فانا هنا ما بضعفش القرنيه بصوره كبيره، وبالتالي ببقى اضمن اكتر ان يبقى في ثبات في النظر بعد العملية بعد عملية الفيمتو ليزك. ما اضطرش اعيد تاني ممكن نعيد بعد الفيمتو ليزك برضو، ممكن نعيد الليزر بعد الفيمتو ليزك. ليه؟ لان ممكن يكون نظرنا برضو بيختلف حاجات بسيطة. على سبيل المثال مشهور جدا الحمل، الحمل والولادة، الهرمونات النفسية بتاعت الحمل والولادة ممكن تغير شوية في النظر، ممكن تفرق معانا نص نمرة. نص نمرة المفروض يعني على مدى 5-10 سنين مش هتحس بيها، لكن في بعض الناس بيبقى برضو طمعين شوية يقولك أنا كنت بعد العملية بشوف 6-6 أو يعني بالليل بابا مستريح قوي، دلوقتي في شوية زغللة. فأوكي ممكن يعني نلبس نظارة وقت سواقة العربية بالليل في حدود نص نمرة، أو إحنا ممكن نعيد الليزر تاني حتى لو كان فيمتو ليزك. برضو بأكد تاني فيمتو ليزك أأمن وأدق وأحدث من الليزك. تنورتني وأسعدتني كالعادة النهاردة، ودخلتنا إلى منطقة مهمة جدا في عالم التكنولوجيا كعادتك، نورت الناس الحلوة. الناس الحلوة منورة دايما بوجودك وبوجود الناس الحلوة الموجودين معنا هنا. ربنا يخليك. طيب العزيز الأستاذ دكتور أحمد عساف كان في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. الدكتور عبد الله متولي أخصائي تجميل الأسنان، مؤسس مركز برايتي للأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان. ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي للاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم للابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور عبد الله. ازيك يا دكتور ايمن؟ منورني. انت اكتر والله. نفسي يعني يبقى معاناه الناس على الكاميرات وازاي تحولوا خصوصا في طب الاسنان، احنا بنحاول نعمل ده، يعني انت بتحاول تعيش الاحساس ده صح؟ احنا بنحاول كل مره لما بنيجي نتكلم ان احنا انت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الاسنان اكتر ما بنتكلم على الحاله النفسيه وشكل العام للبيشنت. مش بتكلم بس على السنان، انت هتلاقيني بتكلم على تاثير السنان في الشكل العام، في سنه، في حالته النفسيه، في كل حاجه. الموضوع ما بقاش اسنان بس، انا بقيت مسؤول ان انا اخلي الناس شكلها كله حلو، الناس نفسيتها كلها مبسوطه. انا دلوقتي ما بقتش مسؤول ان حد موجوعه يخف، دي ابسط حاجه. انا دلوقتي مسؤول ان انت عندك مشكله ما وانت بتضحك مثلا بتحط ايدك على بقك، مش عارف تاكل كويس،
عندك مشاكل في الثقة في النفس عشان شكل ابتسامتك. أنا دلوقتي ده الأكتر حاجة شغلة بالي إن أنا أعالج الموضوع ده. بس فما بقيناش نركز قوي على الأسنان في اللقاءات، بقينا نركز على الفيس ككل، أو ده الترند اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، إن احنا بنركز على شكل العام للعيان. هل تجميل الأسنان يقدر يتحكم في سن الإنسان؟ ده تجميل الأسنان هو أهم عامل في تحديد سن الإنسان. ليه؟ أنت دلوقتي الوش بتاع الإنسان ده متقسم تلات أجزاء، الجزء اللي فوق والجزء التاني والجزء الأخير. آخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الإنسان، يعني القورة مع السن حجمها مش بيصغر، المسافة من العين للبق حجمهم مش بيصغر. إيه المسافة اللي بتصغر أو بتتأثر؟ هي المسافة اللي من الشفايف لحد الدقن اللي تحت، دي اللي موجود فيها الفكين والأسنان. فإذا مع تقدم العمر إيه اللي بيحصل؟ الأسنان بتتاكل، العظم بيتاكل، بيبان الإنسان أكبر في السن. إحنا مثلا لو شفنا حالة زي دي، الحالة دي أنت من النظرة الأولى كده تديها كم سنة؟ أو تديها إن هي في سن قد إيه؟ 50 ده بالظبط عندها 51 سنة. طيب أنا الحالة دي ليها قصة. الحالة دي جت العيادة كانت عند دكتور قبلي بتاع أسنان. بص بقى الخطة العلاجية اللي قالها لها إيه؟ قال لها أنت بصي شايفة الحالة دي مبدئياً، نتكلم عن الأسنان وبعدين نتكلم على الوش كله. مبدئياً كده ناحية اليمين في سنتين طالعين فوق قوي، وناحية الشمال مفيش. طب ده أصعب من لما يكون في الناحيتين في مشكلة، لما يبقى في ناحية واحدة مشكلة بيبقى أصعب إن أنا أظبط الناحية التانية، لو الاتنين فيه مشكلة بسيطة. ناحية يمين الشاشة. بالظبط. اللي هي شمال العيان. بالظبط. تمام؟ دي القصة اللي الدكتور بقى، هي راحت لدكتور إيه؟ أسنان، ما راحتش لدكتور إيه؟ تجميل أسنان. قال لها إيه؟ إحنا هنخلع السنتين دول ونزرع عظم، وبعد زراعة العظم نزرع أسنان، وبعد زراعة الأسنان نركب أسنان. طب البروسيدير دي أو الـ 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 الخطة العلاجية دي هتكلف البيشنت فلوس قد إيه؟ وقت قد إيه؟ يعني هي عندها مثلا 51 سنة، طيب هي هتقعد في القصة الخطة العلاجية اللي هو قالها لها دي حوالي سنتين. يعني أنت متخيل رايح تجمل أسنانك، تجملها وأنت رايح وأنت عندك 51 سنة، تستلم الشغل وأنت عندك 53 سنة، أنت متخيل الكارثة اللي هي فيها؟ هتقعد سنتين؟ بالظبط، هتزرع عظم، هو الخطة اللي هو قالها لها هتزرعي عظم، بعد ما تزرعي عظم هتزرعي أسنان، هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دول. هتزرعي أسنان، بعد زراعة الأسنان نركب بقى نعمل التجميل. طيب أنا أول ما جات لي البيشنت دي، يعني هي دلوقتي بقت يعني صاحبتنا كلنا، صاحبة العيادة كلها، أحبها جدا يعني. أول ما جت قلت لها بصي سيبك من أسنانك خالص، أنا دلوقتي عايز أصغرك 10 سنين. قالت لي هتصغرني إزاي؟ قلت لها أنا هعمل لك سمايل ديزاين، تصميم للابتسامة مع وشك كله، لأن أنا أول ما شفتها لاحظت إن المسافة من مناخيرها لدقنها صغرت شوية. إذا لو أنا كبرتها شوية، لو طولت المسافة دي تاني هترجع تاني صغيرة في السن. طب لو شفنا الصورة اللي بعدها، إدي كده للبيشنت دي عملنا أسنانها بس. كده بس. سيبك من الأسنان. سيبك من الأسنان خالص. إدي عمر للكلاينت دي أو للبيشنت دي. يعني 36 37 36 35 35 طيب هل طب الشغل ده خد وقت قد ايه؟ ده؟ بالفكر الجديد باللي انت بتحكي عليه ممكن قوي اسبوع، 4 ايام. حلو. طيب 4 ايام تصغر في سنها 10 سنين زي الفل. خلي بالك شويه فيلر بقى كمان، ما هو انا وديتها لدكتور. لا عايزين الصوره اللي قبلها تاني. قبلها كده الصوره دي، بص الحاله، بص المسافة بين مناخيرها ودقنها في الصورة اللي على الشمال، والمسافة بين مناخيرها ودقنها في الصورة اللي على اليمين، هتعرف هي ازاي صغرت في السن 10 سنين. أكتر من 10 سنين، 15 سنة. إحنا زودنا لها طول أسنانها وخلينا لها المسافة كبيرة شوية فرجعت صغيرة في السن. إحنا ما لمسناش الأسنان، هي بتتحايل عليها تعمل الأسنان اللي تحت بس هما مش باينين، شايفهم؟ لا ولا في دي ولا في دي باينين. طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطة الأولانية عليه، قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع عظم
مش عارف ايه وقصص كبيره وما كانش هيجمل. هو اصلا بيبص على اسنان. المفروض تجميل الاسنان دلوقتي تجميل للعيان كله. انا ببص على الفيس على الوش بتاع البيشنت. السنان امرها بسيط. تجميل الاسنان ده بسيط جدا. تجميل ان انا اصغر البيشنت دي بس في الوقت ده بالتركية البسيطة دي هو ده اللي فرق. احنا دلوقتي عدلنا لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني. بص مثلا صورة من الجنب. تخيل ده شكلها من الجنب. بص المسافة من مناخيرها ودقنها اللي تحت. قريبة. قريبة جدا. جدا. مادام ليه بقى ده حصل؟ مع تقدم العمر السنان بتقصر والعظم بيتاكل. طيب احنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي بص كده بص المسافة كبرت ازاي. طولت. ده بيدي الوش الشكل البيضاوي بتاع الشباب بالظبط اللي هو بقى بيطول الوش شويه بالزبط. بدل كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مثلث مقلوب لتحت بالظبط كل ما الاسنان يبان اصغر. بص الفرق بين الصوره اللي على اليمين وعلى الشمال. انا مش عايز الناس تبص على الاسنان اصلا. انا عايز الناس تبص على سن الكلاينت دي او سن البيشنت دي. سنها صغر 15 سنه ببروسيدور او بحاجه بسيطه قوي تطويل حجم الاسنان. طبعا ده حاجه مدروسه على وشها. يعني الطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقيه ماشي مع الشفه اللي تحت. كل حاجه مظبوطه يعني مش معمول اي طول وخلاص. يا سلام الفيلر بقى مع الحاله دي مع فوق وتحت هترجع 30 هترجع والله هتبقى اقل من 35 هتبقى 35 بالظبط. الخطه بتاعتها فيها فيلر. يعني الفيلر هي محتاجه فيلر. هي محتاجة. طبعا فيلر خلاص احنا السنان جميله جدا. الفيلر بقى عشان الوش كله. نفسي ولو ان ده صعب شويه في بعض الحالات بنقدر نعملها يعني نشوف الوش ككل لان هنا هيبان شغلك اكتر لو كان الوش كله بان بالظبط. بس هي طبعا يعني عشان خصوصية بالظبط ما جبناش الصوره يعني. لو شفنا بقى يعني لو في قول لي لو في انا عايز الصوره الاولانيه خالص. اول صوره اول صوره كانت بمشاكلها بالظبط. نتكلم بقى في الاسنان. احنا كل ده عمالين ايه نتكلم وبنسى ان انا دكتور اسنان. احنا بقى عايزين نتكلم دلوقتي شويه في الاسنان. الحاله دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان السمايل بتاعها عامل حرف الاس بالعرض. يعني في حته من فوق عاليه ناحيه اللثه ومن تحت مفيش ناحيه اليمين. ناحيه السنتين اللي في النص قصيرين شويه. اليمين مظبوطين بس مش قوي. انا اسهل لي جدا ان حاله تجيلي كلها بايظه بس ما تجيليش بسنه يعني جزء يمين بايظ والشمال سليم. انت عارف لو اليمين بايظ والشمال بايظ بسيطه. الفكره كلها والتركايه كلها ان انت تظبط حاله فيها يوني لاترال شيفت كده بالظبط وتظبطها. هي دي القصه. والبيشنت دي بقت صاحبتنا جدا بنحبها. بس جداً عايزك في الحاله من الجنب متصوره قبل من الجنب انا عايزك تقول لي ايوه هي. لان دي باين فيها المشاكل اكتر كمان بالظبط. الحاله دي من الجنب انت لو شفت ما ينفعش السنان ما تبقاش لمسه الشفايف اللي تحت الناب والسنة اللي جنب اللي في النص قصيرين جدا دول طالعين لفوق بسبب تاكل في العظم. فهو الفكره كلها اختيار دكتور الاسنان. دي اول حاله اعرضها لك جايه لي من اول مره من غير ما اعيد شغل حد. دي اول حاله. اول حاله ما شاء من الله. ساعه ما اول حاله جايه على طول ماشي. ترش السنتر كويس برضه حلو. هل ممكن يعني لو احنا الحاله دي احنا يعني جميله جدا لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضيه تانية. قضيه العلاج بالقطعه او بالجمله او قطاعي وجمله. في ناس دلوقتي كتير ماشيه باسلوب ان هو شخص نفسه ويجي يقول لك انا عايز احشي لي ضرسي. سنتي واقعه مش عارف السنه دي مكسوره شويه دي انا عيبي كله مشكلتي كلها في السنه دي. انا هعرض لك حاله دلوقتي. العيان ده فضل 18 سنة. العيان ده لا إله. فضل 18 سنة يعالج سنانه. الحالة دي هو بيعمل ايه؟ سنة بايظة يروح يحشيها. هو زهق من دكتور السنان. هو زهق من دكتور بقاله 17 أو 18 سنة بيعالج أسنانه. كل شوية حشوة طب بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقعت. فوق حشو كله كل سنة محشية حشوة. طب انا ليه اروح لدكتور الاسنان 17 سنه ليه؟ طب ما انا عارف الفرق يا دكتور ايمن بين لما تعمل عمره للعربيه كلها ولما كل شويه حاجه تبوظ تروح تصلحها حاجه تبوظ تروح تصلحها. طب ما تعمل عمره وتستمتع بيها. الحاله دي لو شفنا الاسنان بعد
هتلاقي الحالة دي اتعملت في 4 أيام. بص الأسنان بعد 4 أيام بقى كده. 4 أيام. 4 أيام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية. بيقول لي أنا بتعالج بقالي 17 سنة. عمل عمرة لسنانه كلها 4 أيام رجع كده. هو زهق من دكاتره الاسنان. هو تعبير عمره ده حلو قوي. اه والله. هتعمل اسنانك كلها مره واحده بطريقه مظبوطه. الحاجات دي لها جرانتي ضمان مدى الحياه. خلاص انت ما اي حاجه تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغل لك. ده عمل كراون طبعا. عمل كراونز طبعا لان اسنانه كلها حشوات. اه طبعا. طب الدكتور اسنان قد الدنيا. ده عمل كراونز كل الاسنان فوق وتحت. في 4 أيام. هي الفكره كلها في الوقت. هو مش مصدق طبعا الوقت. هو ما بيبقوش مصدقين في يعني. بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنان على مدار ال 17 سنه دول فوق ال 50 مره. ما هو الضرس بيحشيه ويقع تاني. ما طب فبيقول لي انت هتعملها في جلسه والتانية بقول له الدنيا الجديده الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنان مره واحده مدى الحياه. هي دي الفكره كلها. انا مش عايز اقعد اروح لدكتور الاسنان واجي هي مره والتانية بتستلم 4 أيام شكرا سلام عليكم. روعة. وبعدين الجارانتي بيقعد بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياة. يعني مدى الحياة كراون يعيش بيه. وشوف الصورة بقى. انا نفسي كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرفوا قيمة الاسنان. وشه كله بيختلف. وحالته النفسية ايه طيب؟ هو على فكرة جاي لنا من دولة خليجية ومش قايل لحد ان هو يعملهم وهو مروح. يعني هو جاي لنا مصر بالسنان اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنان اللي تحت. مش قايل لحد. مش قايل لحد. ده البلد كلها هتعرف. مش البلد ده مش هيعرفوه. بالظبط. مش هيعرفوه والله. يعني بالزبط. حد تاني خالص. هي الفكره كلها في التايمنج في الوقت. 4 أيام. هي دي الفكره. دايما اقول جمله. البس اعلى براندات، البس احلى ساعات، اعمل احلى استشوار، شعرك عامل ازاي، سنانك لو مش حلوه كل ده راح. هي اللي في الوش. هي اللي في الوش. هي السنان. اه. قول لي بقى السنان واللسه، هل احنا ظالمين اللسه؟ هل المرضى ظالمين اللسه؟ انا اقول لك على سر. اه. اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر اللسه. تقبل اللسه للتركيبه اللي هو عاملها. انا لو اللسه بتاعتي اتعملت، لو الشغل بتاعي مظبوط، اللسه هتتقبل. مش بكلمك في اول 10 20 يوم بعد العلاج، بكلمك على اللايف تايم. انا لو اللسه بتاعتي تقبلت التركيبه اللي انا عاملها، ابقى انا كده دكتور شاطر. الحاله دي عملت تجميل اسنان اللي في بقها ده تجميل اسنان. ليه؟ اللي احنا بنكرره كل شويه. راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت اللي هو بيحشي لها ضرسها واللي هو بيخلع لها ضرسها، قالت له جمل لي اسناني. طيب عمل لها ايه؟ هو ما عندوش خبره ومش ملم بالتجميل، فقام عامل ايه؟ بارد الاسنان ومختار ماتيريال غلط. طب الماتيريال الغلط دي عملت ايه؟ خلت لون اللثه اسود. طيب لون اللثه الاسود ده العينه جايه. اشرح لي بس قبل معلش الحته دي انت كتبتها بسرعه. ايه ماتيريال غلط؟ مش فاهم يعني ايه ماتيريال غلط. ماتيريال اللزق. ما انا فاهم. لا ماتيريال غلط يعني خامه الاسنان المستخدمه في التجميل غير مناسبه للتجميل. اشرح لي بقى الحته دي بالراحه كده وعلى مهلك. حلو قوي. التركيبه اللي راكبه لها دي اسمها ايه؟ بورسلين. البورسلين ده فيه حديد من جوه. ولسه حد بيستخدم الحاجات دي؟ لسه بيستخدمه. انا عمري ما انا دلوقتي مش بستخدمه نهائي طبعا، بس هو دلوقتي لسه بيستخدموه. لو حد دكتور شويه كبير في السن هما طبعا على يعني عندهم خبره واكسبيرينس وكل حاجه، بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديده مش بتبقى يعني مستخدمه كتير عندهم. الفكره كلها الحاله دي العيانه. انا عايز اقول لك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قال لها ايه هعالج لك الحاله دي ازاي، دكتور مشهور جدا. الحاله راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل ده من عند دكتور مش فاهم اي حاجه في التجميل. راحت عند دكتور تجميل يعني عملت اللي عليها. عملت اللي الدكتور التجميل قال لها ايه؟ اولا انت محتاجه علاج للثه. ايه علاج للثه ده؟ عايز يشيل طبقه من اللثه. هو فاكر ان اللون الاسود ده اللثه بقى لونها اسود. هو ما يعرفش ان اللون الاسود ده لون التركيبه. قال لها انت عايزه علاج للثه. علاج للثه ده بياخد وقت كبير جدا، بياخد 15 يوم بس. وبعدين نشيل السبب. ما هو السبب هو التركيبه. بالظبط. هو قال لها انا عالج لك اللثه. تريتمنت ذا كوز. طيب انت دلوقتي هتشيل، ما هو اللون ده على فكره اللون ده مش لون اللثه بتاعها مش اسود. ده لون الحديد اللي داخل في اللثه هو اللي عاكس السواد ده. طيب
قال لا الدكتور الاولاني بوظ لها الدنيا، ما ينفعش الماده دي خالص في التجميل. الدكتور التاني حط لها تريتمنت بلان غلط، خطه علاجيه غلط. انا هبدا باللسة وهشيل لك التركيبات دي واعمل لك حشو عصب في اسنانك كلها واركب لك تركيبات. انا عايز بقى اقول على معلومه لاي حد بيتفرج علينا، لو دكتور اسنان قال لك اعمل حشو عصب او علاج جذور للتركيبات قبل ما تركب، اعرف ان هو دكتور مش شاطر. انا بعمل علاج عصب في الضروره القصوى. ما ينفعش يا جماعه نعمل علاج للعصب قبل التركيبات، لان ده بيأثر من حاجه ميته وحاجه حيه. انا اللي هتعيش اكتر، الحاجه اللي فيها روح. ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضروره، لان دلوقتي الناس بتستسهل تقوم عامله علاج عصب ركب الاسنان. دي الحاله فوق، ودي الحاله بعد. تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ما لمسناش اللسة، واللسة رجعت طبيعيه طالما شلت السبب. شلت السبب، تريتمنت اوف ذا كوز. انت بتستخدم تركيبه مناسبه للتجميل، تركيبه مناسبه للتجميل بالظبط. الحاله دي ما اتلمستش اللسة، ما اتلمستش. عايزين نعمل حلقه عنوانها خفايا عالم الماتيريال. دي حلقه هتبقى جامده. نفسك فيها انت من زمان دي جدا، قلت لك عليها قبل كده. هعملها لك، هعملها لك، بس دي على فكره هتحرج ناس كتير. هعملها لك. الخامه اللي فوق دي اسمها بورسلين، دي انا ما بقتش استخدمها اصلا في الدروس الخلفيه. تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قويه. انا لو دكتور عندي ضمير انا هسالك سؤال، سيبك من طب الاسنان. لو انت مركب سنه تركيبه اسنان، انت عايز التركيبه نفسها لو حصل مشكله، لو وقعت على وشك او اي حاجه، التركيبه نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جوه اللي تتكسر؟ انا عايز التركيبه اللي تتكسر. انا عايز سنتي اللي تحت هي اللي تفضل سليم. فالناس بتعمل ايه؟ بتعمل تركيبه قويه قوي بحيث ان لو حصل اي مشكله السنه اللي جوه تتكسر والتركيبه تفضل سليمه. يا سلام، شفت التركيبه اللي فوق دي لو حصل لا قدر الله اي حادثه للعيانه؟ ده حديد. حديد. الحديد حصل له حاجه؟ لا ولا اي حاجه، سنتها اللي جوه اللي هتتكسر. طب يا فرحتي، طب انا كده هضطر ازرع. هترجع للدكتور هيقول لها شفتي التركيبه قويه ازاي وسليمه ازاي؟ هي سنتك اللي اتكسرت. مع ان انا ببقى عامل تركيبه نفس قوه الاسنان بحيث ان لو حصل اي مشكله، اي حادثه حصلت، اي خبطه بنيه، اي حاجه، انا عايز التركيبه تتكسر واغيرها لك، ما عنديش مشكله. بس مش عايز سنتك يحصل لها حاجه. دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي، لان هو ساعات بيجي يقول لك انا عايز تركيبه قويه. لا، انا بختار لك تركيبه نفس قوه اسنانك. الفرق بين فوق وتحت حاجتين. العيانه البيشنت او الكلاينت ليها جزء 70% والدكتور 30%، لان الدكتور هو معلوماته كده. الدكتور ده مش بيخم العيانه دي، الدكتور هو معلوماته كده عن التجميل. فانت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي عقبال ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل. انا عندي كل التخصصات، انا عندي علاج الجذور. طب ما انا بعرف اعمل علاج الجذور، هل انا هعمله؟ عمري ما هعمله. عندي تخصص اللثه، انا بعرف اجمل اللثه، هل انا اجملها؟ عمري ما هجملها. عندي كل التخصصات في العياده، كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط. اسالك بقى سؤال، دي قضيه كبيره جدا، حكايه بروز الاسنان، لان في ناس كتير عندها بروز الاسنان ده في مصرنا الحبيبه في الوطن العربي كتير. عيوب جينيه، ما اعرفش في حاجه يعني بتخلي البروز، وفي العالم الحقيقه البروز موجود. بس هل البروز يتصلح بتقويم ولا يتصلح بتركيبات؟ انا عايز اقول لك معلومه ممكن تفيد ناس كتير قوي. على فكره بروز الاسنان بنسبه 70% سببه عدم وجود دروس خلفيه. لو دروسك اللي ورا بايظه وانت بتاكل على اسنانك اللي قدام، حتى هما مش مهيئين ان انت تاكل عليهم، هيقوموا طالعين لبره. بتلاقي الحاله دايما جايه اسنانها اللي فوق مرفرفه لبره واللي تحت مرفرفه لبره، من غير ما اكشف عليها ولا اي حاجه بقول لها انت ما عندكيش سنان، ما عندكيش دروس خلفيه. تقول لي عرفت منين؟ اقول لها لان اسنانك الرفرفه اللي هي فيها دي حد ما عندوش دروس خلفيه. طيب في خناقه مشهورة قوي بين دكاترة ايه؟ التجميل والتقويم. انا اجمل ولا اعمل تقويم؟ دكاترة التقويم يقولوا على دكاترة التجميل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بوظ السنان اللي ربنا خلقها. دكاترة التجميل يقول لك يا عم شكل السنة وحش.
شكل السنانة سنة. انت هتقوم وفي الاخر هتطلع لبسمة وحش. عايزين نفرق بين التقويم والتجميل. التقويم نفس شكل اسناني لو هي سليمة بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي. التجميل بغير شكل الاسنان. طيب انا حالة زي اللي شغالة في الفيديو اللي فوق دي، دي عندها بروز في الاسنان، شكل سنانها وحش جدا، عندها مشاكل كتير في الاسنان، اسنانها دي كمان مش اسنانها دي حشو. طب انا الحالة دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان احافظ على الاسنان. طب ما انا اعمل من الاول تركيبات. يعني انا ليه ادخل العيانة في تقويم مع ان هي اسنانها بايظة؟ يعني اسنانها مش بايظة بس محتاجة شغل، فيها حشو وفيها بروز فيها اعوجاج فيها شكل السنة نفسه طويل قوي. طيب انا الحالة دي طب انا هعمل لها تقويم هيقعد سنة. طب بعد السنة دي ما انا هركب تركيبات. طب ما انا اركب تركيبات من الاول. انا ليه ادخل العيان بتاعي؟ ليه بنكره الناس في دكاترة الاسنان؟ مش انت بتلاقي حاجة مشهورة قوي انا بكره دكاترة السنان اول ما العين يخش لي. لا ده في قاعدة من اكتر من دكاترة السنان، في ناس في قطاع كبير جدا في العالم كله يقول لك انا اكره الاطباء. على فكرة ده موجود في العالم مش موجود في مصر بس. احنا اللي وايت كوت يعني كده. لا بس دكاترة الاسنان أكتر. اكتر طبعا انا ما بحق يعني. الفكرة كلها ان ليه اضايقه؟ ليه اعمل له تقويم سنة ولا سنة ونص؟ على فكرة من التقويم ده ما انت هتخلع له دروس. بعد التقويم اركب لك تركيبات. طب ليه؟ ما انا ممكن اعالجك بالتركيبات من الاول. بس دي في حالات معينة، في حالات بروز الفك دي لازم تقويم، انما حالات بروز اسنان بس والاسنان بايظة وشكلها محتاج يتعدل وفيها حشوات وعاملة فيها علاج جذور، طب ما انا اعمل لك تركيبات من الاول. تجميل ده في 4 ايام، الحالة دي في 4 ايام. المرة الجاية بقى في من الملفات اللي هتتفتح الماتيريال خفايا هذا العالم. هفتح لك انا الموضوع ده. ماتيريال خفايا هذا العالم. الحاجة التانية تقولي حقيقة الصراعات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الأسنان. ماشي. يعني عدم منطقيتها. حاضر. هتلاقي حوار وتراشق في الآخر على لا شيء، يعني لا مش فاهمين ايه اللي ورا الموضوع، ايه الأسرار اللي ورا. هل الأسرار ان انا عايز اتشهر او اعمل لنفسي شهرة، ولا فعلا في خناقة ولا غيرة؟ لا مفيش خناقة صدقني. ما انا بقى مش هتقوله المره دي، تقول المره الجايه ان شاء الله. ده من ضمن انتظروا المره الجايه حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمراكز برايتي للاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم للابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا. بتنورني دايما وبتبهرني وبتسعدني بهذا الحوار الممتع جدا. دايما حوار مختلف، دايما حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة، لأن الأسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة في الناس الحلوة. تجميل الأنف كما أقول أنا ده منطقة الحرفنة المطلقة. دي بقى يا عم ده ميسي التجميل، ده رونالدو التجميل. زي ما اتفقنا هو طفل، المشكلة كانت هنا وهو كبير المشكلة هنا. فيبدأ يجي لنا، يعني عندنا ناس بتيجي في العشرينات، إيه الموضوع ده؟ الأذن الخفاشية عادي بتتعالج عادي بنفس الكيفية، وبل بالعكس بتبقى مخدر موضعي كده. الجروح قضية من القضايا المهمة جدا. أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. هروح للجفون، إيه أسباب ترهل الجفون؟ مفيش حد مننا بيحب تبقى النظرة بتاعته حزينة أو مرهقة أو متعبة. عملية تجميل الجفون من العمليات المؤثرة جدا في النقطة دي. هذهب إلى الأنف، الأنف عملية المليمترات، عملية الحريفة، مش أي جراح تجميل يعني. الأنف من الحاجات اللي لازم الأجزاء بتاعتها تبقى متناسقة مع بعضها، والأنف على بعضها تبقى متناسقة مع الوجه. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا جدا نظرا لتنوع وقيمة المضمون العلمي اللي هيتقال النهاردة، وأيضا لقيمة ضيفي الكبير. خلينا أقول لكم أنه النهاردة عندنا كثير من الأسئلة متعلقة بعالم التجميل. الجروح قضية من القضايا المهمة جدا جدا. الجروح والجروح هل هي سهلة أم صعبة التعامل معها؟ أيضا بعض المشاكل التجميلية اللي جراحات التجميل قفزت فيها قفزة هائلة، تجميل الأنف، تجميل الجفون، هذه المنطقة التي تغير تماما شكل الإنسان إذا جملت، تغيره للأفضل، استعملت طبعا بشكل جيد. برضو الكثير من المشاكل اللي نقدر نقول عليها شبه كونجينيتال، يعني الإنسان منذ صغر
بيعاني منها زي الأذن الخفاشية. الأذن الخفاشية دي شيء مزعج جدا لشكل أي إنسان، مش حلوة خالص. يعني مثلا مناخيرك كبيرة، من الناس بتحب المناخير الكبير، مش عارف إيه، ممكن يبقى فيها قولان يعني، لكن أذن خفاشية لازم تتظبط. الشفة الأرنبية طبعا يعني من القضايا الطبية الشديدة الأهمية، والمناطق الجراحية شديدة الأهمية. برضو الأنف، لأنه تجميل الأنف كما أقول أنا ده منطقة الحرفنة المطلقة. دي بقى يا عم ده ميسي التجميل، ده رونالدو التجميل، محمد صلاح طبعا أهم التجميل، يعني الحريفة بس هم اللي بيتعاملوا مع الأنف. النهاردة واضح أنه القصة متنوعة والمواضيع عديدة ومهمة جدا وضيف شديد الأهمية، قيمة علمية كبيرة واسم كبير الحقيقة حمل على عاتقه يعني بناء عالم جراحة التجميل في منطقة الشرقية ومنطقة شرق الدلتا. أيضا ما شاء الله أداء علمي أكاديمي رائع على مستوى مصر كلها، وممتد هذا الأداء إلى الوطن العربي وأيضا إلى العالم أجمع. اسم مصري عالمي إقليمي متميز للغاية هو ضيف العزيز الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور أيمن، وأهلا بكل مشاهدي الناس الحلو. منورنا. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يخليك. والحقيقة كالعادة بنفخر جدا بجهدك. الله يخليك. الكبير جدا على مستوى العمل الكلينيكي، على مستوى العمل الأكاديمي، على مستوى حتى العمل الإداري في واحدة من صروح الطبية الموجودة في مصر. الله يخليك. عايز أبدأ الأول بالجروح، لأن هي منطقة جراحية معقدة شوية. الحقيقة جروح الوجه من الحاجات اللي لها أهمية كبيرة في حياتنا، لأن ممكن تلاقي واحد ابن ناس عادي جدا اتعرض لحادث حصل له جرح وعلامة في وشه، يبدأ المجتمع بتاعنا يصنفه على أنه ده بتاع مشاكل ويبدأ يتعامل معه على هذا الأساس. طيب إزاي نتعامل مع الأثار جروح الوجه؟ عندنا في جرح قديم في الوجه، نعمل معه إيه؟ عشان نبقى بنتكلم بطريقة علمية لازم نعرف ان في حاجة اسمها خطوط الوجه، خريطة كده لكل جراح التجميل، يبقى هو عارف ان لو الجرح بتاعه ماشي موازي لخطوط الجلد دي الجرح هيبقى كويس بالكريمات بلزقات بجلسات. يعني لو جينا السادة المشاهدين بصوا هنا هنلاقي ده الخطوط او الخريطة اللي بيمشي عليها كل جراح التجميل، لو نلاحظ لها اتجاه. طيب ازاي نتعامل مع الجرح بقى؟ نشوف اتجاهه، هل الاتجاه بتاعه ماشي موازي لخطوط الوجه ولا زي الصورة اللي موجودة هنا ماشي عكس خطوط الوجه؟ لو الجرح ماشي موازي لخطوط الوجه مفيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن يعني كل ما العضلات تشتغل أكتر تقوم تقربه من بعضه أكتر بالكريمات والجلسات الأمور بتبقى كويس. النوع العنيد بقى من الجروح اللي هو زي الصورة اللي احنا عارضينها دي، الجرح ماشي عكس خطوط الجلد. طب ايه مشكلته؟ مشكلته ان العضلات بتاعت الوجه، لان في عضلات تعبيريه والحركه مستمره طبعا، كل ما العضله تنقبض تقوم توسعه من بعضه اكتر، مشكلته الجرح بيوسع. ولو في دقن مثلا زي الصوره الموجوده نلاقي اصبح في فاصل في الشعر بتاع الدقن، وبالتالي بتبقى الموضوع ايه؟ ظاهر. الحل اللي كان بيتعمل المباشر ان الدكتور يروح شايله ويروح مخيطه تاني، وبالتالي على نفس اتجاهه القديم، ما كانش بيدي نتيجه. في آخر مؤتمر في جمعية جراح التجميل المصرية عرضنا حالات كتير لطريقة في هذا الموضوع بتتكون من حاجتين. أول حاجة زي ما احنا شايفين الصورة كده بنشيل الجرح، لكن مش بنشيلها في الاتجاه القديم، لا أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط صغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد. طب ازاي نمنع ان هو يوسع بقى؟ في طبقة تحت الجلد اللي احنا بنسميها الاسماس، بتبقى مغلفة للعضلات، بنعمل فيها غرز بطريقة معينة بحيث انها تقرب لنا الجرح من بعضه، تمنع ان هو يوسع تاني مع الحركة العضلات التعبيرية بتاعة الوجه. لو جينا شفنا كده النتائج بتاعتها الحقيقة بناخد يعني لما نيجي نشوف هنا ده نفس المريض نلاحظ ان الجرح ايه الاخبار بتاعته؟ الجرح اتحول لزجزاج
وفي نفس الوقت لو في منطقة فيها شعر يبدأ الشعر ينمو فيها كمان مرة. الحقيقة النتائج دي مش بناخدها تاني يوم على طول، لازم يحصل حاجة اللي بنسميها maturation of the scar. يعني إيه؟ يعني لازم يكتمل الالتئام بتاع الجرح، وده بياخد له من 6 شهور لسنة تقريبا علشان ياخد النتيجة اللي احنا عايزينها. وعشان كده لما نيجي نبص هنا مثلا حاجة من البرد والجروح، احنا عملنا يعني نفس الطريقة ودي النتيجة. الحقيقة يعني ما نقدرش نقول عليها 100%، لأن 100% دي اللي هي إيه، ده خلقة ربنا يعني. لكن إحنا بندي تحسن معانا 80-90% في جروح عنيدة ما كانش لها علاج مرضي قبل كده. الحقيقة هذب العملية أنا براها برضو إمرجنسي، يعني في عمليات إمرجنسي الأذن أنا شايفها ده عملية طوارئ، يعني تمام. الطفل عيني والولد ومش عارف ايه وشكله ما فيش شكل حلو مع أمته. تمام. هي الأذن دي من الحاجات الغريبة جدا. ليه؟ لأن هي أساسا مش موطن من مواطن الجمال. يعني ما فيش واحد يجي الواحد كده يقول له الله ده ودانك دي جميلة قوي، لا ما فيش الكلام ده، ولا بتلفت الانتباه أصلا إلا إذا حصل فيه بروز فيه. أول ما تبرز اللي هي في الأذن الخفاشية نلاقي فجأة كده خدت كل الاهتمام، وخصوصا في السن الصغير. فنلاقي الطفل، يعني لو جينا بصينا مثلا طفل زي ده كده اللي هو قبل العملية، هنلاقي البروز بتاع الودن اللي هو الأذن الخفاشية بدأ يلفت الانتباه. وعشان كده بنحب نعمل العملية دي قبل دخول المدرسة. ليه؟ لأن لو دخل مع الأطفال زمايله النظرة أو اللفت النظر بتاع الأذن الخفاشية هيبدأ يعرض الطفل للسخرية من الأطفال اللي حواليه، وخصوصا لو هو ذكي الآي كيو بتاعه عالي بيبدأ يلاحظ السخرية في عيون اللي قدامه، فيبدأ المشكلة تتحول من هنا الودن لمشكلة إيه؟ نفسية. لو ما تعالجتش فيه أطفال كتير تلاقيه مش عايز يروح المدرسة. ليه؟ لأنه حاس إن في يعني سخرية ونقد من اللي حواليه. في ناس طبعا بتقدر تتكيف اتس اوكي، لكن احنا الحقيقه بنحب نعمل الكلام ده قبل دخول المدرسه. والعمليه بتبقى بسيطه لان احنا بنعمل فتحه بتبقى موجوده في الطيه الجلديه ما بين الاذن وبين الراس، من خلالها بنفتح نكشف الغضروف ونبدا نعمل نحت لهذا الغضروف علشان نعيد تشكيله مظبوط، وبنثبته بالغرز بحيث انها ايه تاخد الوضع الطبيعي بتاعها والمشكله بتخلص والنتيجه بتبان الحقيقه مع اول غيار. يعني برضو يفضل ان احنا نعمله قبل دخول المدرسة، لكن مش قبل سن 4 سنين، حتى يكتمل النمو بتاع صوان الأذن. لان زي ما السادة المشاهدين عارفين ان الأذن دي بتتكون عندنا فيه 3 حاجات، في أذن داخلية دي اللي هي مسؤولة عن السمع، وأذن وسطى المسؤولة عن الاتزان، الأذن الخارجية اللي منها صوان الأذن، وبالتالي العملية اللي فيها لا تؤثر على موضوع السمع نهائي لان هي اساسا مش الوظيفة بتاعتها كده. الناس كتير من خلال كلام حضرتك عن بداية العملية، يعني من سن 6 سنين بداية المدرسة، يعني هيعتقدوا انها عملية للأطفال. طب الناس اللي كبرت بودنها الخفاش؟ طبعا، لان احنا عندنا في ناس ما كانتش تعرف ان لها عليك وما قدرش يتكيف معاه، وزي ما اتفقنا هو طفل المشكله كانت هنا وهو كبير المشكله هنا. فيبدا يجي لنا، يعني عندنا ناس بتيجي في العشرينات ايه الموضوع ده الاذن الخفاشيه، عادي بتتعالج عادي بنفس الكيفيه، وبل بالعكس بتبقى مخدر موضعي كمان. اكبر واحد عملت له العمليه دي كان ده كان 45 سنه حتى انا نفسي كنت مستغرب يعني اللي سكتك ده كله مش قادر يتعايش معاه. هذهب الى الانف. الانف عمليه المليمترات، عمليه حريفه زي ما انا قلت بقى، يعني مش اي حد، مش اي جراح تجميل يعمل الانف، صح؟ هي بالظبط كده. ليه؟ لان الانف دي حاجه صعب اخفائها. يعني ممكن تكون وش جميل جدا لكن الانف فيها ديفو يبقى ظاهر جدا. الانف من الحاجات اللي لازم الاجزاء بتاعتها تبقى متناسقه مع بعضها، والانف على بعضها تبقى متناسقه مع الوجه. الانف احنا عندنا فيه جزء عظمي اللي بيتحط عليه النظارة، وعندنا في جزء غضاريف اللي هو اللي بنمسكه بالمنديل كده معانا. ممكن الأنف تكون طويلة، ممكن الأنف تكون عريضة، ممكن يكون في اعوجاج في الحاجز الأنفي. كل طبعا جراحة تجميل الأنف بتتعامل تماما مع كل هذه الموضوع، وطبعا كل حاجة على حدة، بنحدد المشكلة الأول وبعدين نبدأ نتعامل معاه. في طريقتين حقيقة. الطريقة المغلقة ان احنا بنعملش اي جروح في الوجه، وبن ندخل من جوه الفتحات بتاعه الانف ونبدا نتعامل بحيث ان احنا نشوف ايه المشكله
موجوده فين؟ موجوده في الغضاريف، موجوده في العظم، المناخير مثلا زي الصوره هنا ده عندنا في محدبه، في عظم عايزين نتعامل معاه بحيث ان احنا نصل بالانف لحاجه مرضيه من ناحيه المريض ومن ناحيه الطبيب. وطبعا لازم وجهات النظر بتاعه المريض والطبيب تتطابق مع بعضها. يعني انا المريض بيجي بديه المرايه واقول له انت بتشتكي من ايه، يقعد هو يوصف الكلام، لقينا الكلام ده ماشي مع الناحيه الطبيه يبقى في الحاله دي بنبدا نتدخل وبنبدا نتعامل. وبعد العمليه بيبقى في بعض التورم وبعد كده بيقل تدريجيا، يعني زي الصوره مثلا اللي احنا شايفينها كده، كان عندنا المناخير يعني اللي هي معقوفه وكان عندنا برضو طويله شويه وكبيره شويه. كل الكلام ده طبعا تم استدراكه في العمليه، ودي الصوره بعد 3 شهور. وعندنا الحقيقه صور كتير بس عشان خصوصيه المريض ما نقدرش ان احنا نعرضها كلها. طبعا نشوف نموذج، لانه كمان احنا عايزين نحصل على اكبر قدر من المعلومات في ظل وجود سيادتك معانا النهارده. فعايز برضه اروح للشفه الارنبيه. الشفه الارنبيه من المناطق برضه الجراحيه الامرجنسي بقى، مش دي طوارئ بقى. تمام. يعني دي على طول في الطفوله محدش هيعيش بشفه ارنبيه فتره يعني. طبعا لان هو الطفل بيتولد يعني فجاه الاب والام بيلاقوا حاجه مش متعودين عليها قبل كده. الشفه الطبيعيه لا، ده احنا عندنا في شق موجود سواء على جنب او على الناحيتين، فطبعا بيحصل نوع من الصدمه النفسيه للاب والام رغم ان العلاج بتاعنا سهل. يعني لو جينا شفنا هنا هنلاقي في شفه ارنبيه ممكن يكون معاها شق افساق في الحلق او ممكن تكون لوحدها. في الحاله دي احنا بنبدا نتعامل على طول، لان لو ما تعالجتش على طول بيبقى في يعني بعض المشاكل هي بتعمل المشاكل اللي بتحصل. طبعا الناحيه النفسيه بالنسبه للام، بعض المشاكل مع الرضاعه، بعض المشاكل لو استنت مع الكلام وخصوصا الحروف اللي احنا بنسميها ليبيا الليتر اللي هي البي والام والحاجات دي. التعامل معاها بيبقى من خلال عمليه بنعملها على سن 3 شهور. ممكن نعملها قبل كده لكن عادة احنا بنعملها على سن 3 شهور بطريقة معينة. بنوصل الناحيتين لبعض، احنا عارفين طبعا ان فيه جلد وتحتيه عضلات وتحتيه غشاء مخاطي، بطريقة معينة احنا بنوصلهم في بعض تاني من ناحية الجلد ومن ناحية العضلات ومن ناحية الغشاء المخاطي الداخلي لغاية لما نوصل للحاجة المرضية بالنسبة للطفل. الشفة الأرنبية لها سن معين؟ بتتعمل على سن 3 شهور، عادة بنعملها على سن 3 شهور. لو هي معاها في شق في سقف الحلق فده بيبقى 3 شهور الشفة، وبعد سن سنة لسنة ونص بنتعامل مع سقف الحلق. هل ليها أي متابعات يعني ولا الطفل بيكبر عادي؟ احنا طبعا بنتابعه مره قبل دخول المدرسه علشان نشوف لو في اي فاين تاتش ممكن نعمله، وبنتابعه بعد كده على سن دخول الجامعه على 17 18 سنه علشان نشوف الانف هل هي محتاجه ان احنا نتدخل ونعمل فيها حاجه. بس زي ما حضرتك عارف ان الانف عشان نقدر نعمل لها عمليه لازم يكون فوق ال 18 سنه. طب بما ان احنا رجعنا للانف، في سؤال مهم برضه في الانف، الجراحه المفتوحه والجراحه المغلقه، هذه المعركه كيف تراها؟ والله هي كلها وسائل بتوصل لهدف واحد. هل هي معركة فعلا؟ لا والله، هي في الآخر هي كلها وسائل هتوصلنا للي احنا عايزين نعمله. هي كلها طرق. الطريقة المفتوحة هي أسهل، لأن بتبقى الأنف كلها مكشوفة. الطريقة المقفولة هي بتعتمد على حجم المشكلة، لو المشكلة بتاعتنا بسيطة يبقى في الحالة دي احنا من خلال الفتحات بتاعت الأنف نفسها بنقدر ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزين نعمله. لكن في الآخر سواء المفتوحة أو المقفولة بتوصلنا لنفس الهدف. يعني هل الطرق غير الجراحية تعمل مع الأنف كافية؟ حسب المشكلة. يعني بعض الأحوال بيكون المشكلة بسيطة فممكن نقطة فيلر تحلها. صحيح حكاية الفيلر دي حاجة غير دائمة، لكن هي بنفس الوقت هي برضو حاجة سهلة. لو المشكلة كبيرة يبقى طبعا بنلجأ للجراحة، لجراحة تجميل الأنف. هذهب إلى الشفايف، المنطقة احنا دلوقتي في منطقة السنترال صح كده؟ تمام. الشفايف عندنا شفايف صغير عايزين نكبرها وشفايف ضخمة عايزين نصغرها. نبدأ الأول بالضخمة لأن هي الحاجة الغير تقل، يعني اللي عايزة فعلا شطارة جراحية.
هي لنا مقاسات طبعا خاصه بالنسبه للشفه بالنسبه للحاجات اللي حواليه اللي هي الاسنان والفك والانف. بنبدا نشوف الموضوع والله بالمقاسات بتاعتنا الجراحيه لقينا ان لا ده فعلا الشفه فيها زياده وزياده ملفته للنظر على مستوى الشفه العليا او السفلى، فبنبدا نتدخل بنشوف الزياده فين بالظبط وبنبدا بطرق يعني زي مثلا الحاله دي هنلاحظ ان الشفه العليا والسفلى الحجم بتاعها متضخم، بنبدا على طول نتعامل معاها بنحدد بالظبط الزياده وبنقيس بالملي الزياده فين بالظبط وبنبدا نتعامل معاها بعمليه جراحيه وبنستأصلها. الكلام ده من الداخل عشان ما يبانش اثار جراحيه يعني. طيب انا هطلب من حضرتك حاجه، احنا هنمر على العمليات او هنمر على الجراحات مره اخرى، وعايز حضرتك تقول لي للمريض او للحاله المرضيه نفسها يركز قوي على نقاط معينه الجراح وهو بيعملها، يركز قوي على نقاط فنيه معينه يعني في صوره مثلا شورت كيس يعني فتح. هبدا الاول بجروح الوجه. عندما ننظر لجروح الوجه المريض ياتيك امتى، يركز على ايه قوي، التعليمات المهمه، الجراح اللي بيعمل الحكايه التعديل يعمل ايه بالظبط. هنبدأ بالنسبة للمريض. المريض أول ما يبقى فيه يعني فيه جرح في وشه لازم يدور على مركز أو دكتور متخصص له اسمه بحيث إن هو يبدأ يتعامل معاه في الفترة الأولى يعني، لأن طبعا لو تعامل معاه تجميليا بدرجة كويسة في الأول طبعا هيأثر معانا بعد كده في النتيجة. اللي أنا عايز أقوله برضو المريض إن هو ما يستعجلش، لأن أي مريض بيبقى عنده مشكلة بتاعت جرح الوجه بيبقى دايما مستعجل، دايما عايز يخلص من المشكلة. فما تستعجلش لأن الجرح بيجي متخيط، مش تاني يوم هنعمل عملية على طول، لا لازم ننتظر من 3 لـ6 شهور لغاية لما الالتئام يكتمل وبعد كده نقرر احنا نعمل عملية ولا الموضوع أخبره ايه. بالنسبة للطبيب لازم ياخد باله قوي 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 من اتجاه الجرح، لأن الاتجاه الجرح لو هو عكس خطوط الجلد وجه الطبيب شاله وراح مخيطه في نفس الاتجاه بتاعه برضو الجرح الجديد هيبقى عكس خطوط الجلد فهيوسع تاني وبالتالي المريض مش هيستفيد من هذه العملية. برضو تجميل الجفون أو الجفون المريض والجراح، وخصوصا ان المرضى بيخافوا لان المنطقه دي قريبه من العين. هي طبعا المنطقه قريبه من العين لكن الشغل مش في العين نفسها، يعني الشغل في الجفون، وبتبقى طبعا احنا بنراعي النواحي الطبيه بحيث ان العين دي تبقى طبعا في حمايه تامه يعني. بالنسبه للمريض هو احنا بنتعامل معاه يتجنب الشمس بعد العمليه، يتجنب ان هو يوطي وخصوصا يعني في الصلاه يصلي وهو قاعد وخصوصا في الفتره الاولى من العمليه او الاسبوعين من العمليه. بعد كده بيبدا يعني يلبس نظارة شمس عشان التورم اللي موجود ويبدأ بعد كده الأمور بتمشي كويس لوحدها. بالنسبة للطبيب لازم يكون يعني أخد تدريب كافي في موضوع تجميل الجفون علشان يقدر يحقق النتائج اللي هو عايزها والمريض عايزها كمان. طب كلمة عن الأذن للأم والأب اللي عندهم اعتقاد إنه الابن كده حلو وإحنا متقبلينه وإنه على المجتمع إنه يتقبله، وأيضا بعض الآراء اللي تقول لك لا ما هو اتخلق كده وخلقة ربنا مش هنغير خلقة ربنا، حاجة اللي هو المعتقد عند بعض الناس اللي عندهم تدين وكلنا متدينين بس ده معتقد خطأ. هو طبعا احنا مش بنغير في خلقة ربنا ليه؟ لأن هي الفطرة يعني مثلا زي الشفة الأرنبية هو خلقة ربنا، هل الطبيعي إن نسيبها كده؟ هو اتولد كده يعرف يرضى ومش عارف ايش، مش ده الفطره، مش ده الطبيعه. احنا بنرجع الامور لطبيعتها يعني، احنا مش بنعمل حاجه اكستريم يعني بناخد مثلا الاذن بدل ما هي هنا احطها هنا، لا احنا كل الموضوع الديفوهات اللي عامله مشكله نفسيه للمريض احنا بنصلحها، والمرض النفسي يعتبر لان الاذى النفسي ده بيخلي المريض ينطوي ويبدا يدخل في حالات نفسيه صعبه، احنا بكل اللي بنعمله بنرجعه لفطرته بحيث يبقى شخص منتج في المجتمع ويعيش الحياه الطبيعيه. قبل ان نذهب لا يفوتني ان اسالك عن هذا الجهد الكبير جدا المعمول في قسم جراحه التجميل سواء في الجامعه أو في قسم جراحة التجميل في مستشفى عملاق زي مستشفى التأسيس.
هو الحقيقه اللي حصل تقدم كبير في في في, في يعني مستشفى التأثير الحقيقه عملت نهضه كبيره رائعة. جدا من ناحيه التكنولوجي، من ناحيه الالات، من ناحيه تعقيم العمليات، من ناحيه الخدمه المقدمه للمرضى. وده دليل برضو على اداره ناجحه من الدكتور محمد جزر والدكتور احمد جزر ومجلس الاداره كله. قفزه كبيره جدا يعني بمستشفى التأثير لمستوى عالمي رائع. لا الحقيقه مجهود الحقيقه يعني بنكن كل الشكر والتقدير لهم. أنا, أنا, يعني أنا, أنا, يعني. انا انبهرت جدا في زيارتي لمستشفى ومستشفى الجامعه. طبعا تم انشاء قسم لجراحه التجميل، والحقيقه بسم الله ما شاء الله عندنا القسم بقى اكتر من حاجه و20 دلوقتي. طبعا دي حاجه كويسه قوي ان شباب الاطباء بدا يدخل معانا في جراحات التجميل، والامور الحمد لله في تقدم يعني. وانت قدمت الكثير جدا لجراحه التجميل في منطقه شرق الدلتا، مش هقول بس في الشرقيه، انت الشرقيه ما شاء الله واسمع عليا والسويس وبورسعيد صح كده كل والقاهره كمان يعني ما شاء الله. جهد جامد جدا وجهد اكاديمي، جهد كلينيكي رائع جدا. انت نورتني وشرفتني. الله يخليك وفرصة سعيده. انا اللي اسعد طبعا ضيفي العزيز استاذ الاساتذه في جراحه التجميل اكاديمي من طراز فريد. حقيقه بيسعدني جدا لقائه المتميز كالعاده، كمية المعلومات الكثيفة الكثير المبسطة التي تدخل العقول والأذهان بشكل جيد جدا، كمان دقة التوصيف. ده حوار مهم جدا جدا مع خيمة علمية كبيرة في عالم جراحة التجميل، هو طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور علاء نبيل الصادق. يبقى التجميل أيقونة الجراحات، واحدة من الجراحات التي لها بريق خاص جدا والتي لها كمان أهمية خاصة جدا. هي جراحة ليس فيها الإمرجنسي أساسا إلا في الجراحات التعويضية، لكن الخطأ فيها أكيد غير مقبول، غير مقبول على الإطلاق، ولذلك الدقة فيها مطلوبة للغاية، وهذه الثقافة مهمة جدا جدا جدا. عشان تفهموها كويس خليكوا دايما معنا. سلام. كل ما حضرتك بتيجي بدري كل ما مشكلتك نقدر نحلها لك بنسبة أكبر، تصل إلى 100% لو أنت جاي بدري. يبدأ بدري يقول لك أنا بحس إن أنت الرجل حجرت ورجلية بقت زي كيس الرمل. أنت عارف كلمة كيس الرمل دي عندنا معروفة جدا، يقول لك رجلية بتتقل عاملة زي كيس الرمل بجرجر فيها بتزحف. أنا بساعدك إنك ترجع شبه طبيعي، أنت مش بتبقى طبيعي بنسبة 100%، والكلام ده مش أنا النتيجة لتقصير مني، ده هي دي الحقيقة اللي أنت لازم تبقى فاهمها. مريض الهشاشة الأولوية للعلاج. دكتور محمد صديق هويدي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم. ألام العمود الفقري وألام الظهر ألام مشهورة جدا في مصر، والحقيقة من الألام اللي بتسير في نفسي أنا كرجل طبيب لاستغراب الشديد جدا. ليه؟ المريض ما يعرفش ينام والألم بتزيد، والألم بقى لها سنين، والمريض في منهم نسبة صريحين مع نفسهم، ناس استفادوا جدا من الثقافة الطبية اللي قدمناها، فعارفين يقبلوا إيه ويمشوا إزاي، وهنعرف النهاردة طريقهم المستقيم. لكن في مرضى تانيين نسميهم، أنا بسميهم الهربين، بدلعهم أقول لهم أنت هرب يا ولد، أنت هرب يا عم، انت هربة يا ست، يهرب لأي حاجة، يهرب لمسكنات ألم. طب المسكنات لغاية امتى؟ يهرب المسكنات وردة، بس مش هو ده العلاج، ده مسكن، حتى اسمه كده مسكن ألم. والمثقفين قوي وحتى الناس البسطاء بقوا فاهمين دلوقتي، يقول لك يا باشا انا ماشي على مسكن بس ما خدتش، لسه ما استمرتش او ما خدتش علاجي او ما تعمليش العلاج المظبوط. حاجة تانية، الهروب بقى لمناطق غريبة جدا، علاج المشكلة بدون جراحة وبدون ألم. هي لو تستحق العلاج بدون جراحة ماشي، لكن مش كل مشكلة تستحق العلاج أو تنفع فيها العلاج بدون جراحة. ويعني إيه علاج بدون جراحة وبدون ألم؟ يعني أنا محدد المسألة أشبه بالظبط يعني بمثلا واحد فاتح محل لبس ويقول أنا ببيع بنطلونات بس. طب الجواكت؟ لا أنا بتاع بنطلونات. طب يا ابني التيشيرتات؟ انا بتاع بنطلونات. ماشي هو حر، لكن افرض واحد داخل عايز يجيب لبس يعني كامل،
هياخد بطلونات بس ويمشي من فوق فله. الطب ما فيهوش حاجه اسمها وبس، في احتمالات علاج. الهربين دول حوارنا ليهم النهارده، هتهرب لغايه امتى؟ ومشاكل ودواعي وانزلاق الهروب هيوصلك لايه؟ منزلق الهروب، الهروب ده منزلق زي الزحليقه بتاع زمان، لو انت استمريت هتقع في بير وعمق خطير للغايه. ضيفي العزيز هو ابرع من يستطيع ان يشرح لنا هذه الزحليقه ويتكلم على هؤلاء الهربين، لانه اعتقد ان هو بيشوف هربين من دول كتير قوي، واعتقد ان كلمه هربين لفظ استساغه كثيرا. استاذنا الاستاذ دكتور محمد صديق هودي، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن. عجبتك الهربين؟ اه جدا. بتشوف منهم كتير؟ معبر قوي عن هو الحقيقه. اه بشوف في المهربين وفي المأوحين وفي المستبيعين الحقيقه. مستبيعين؟ آه. والله هم كلهم هربين. يعني هو يعني ما بقاش مستوعب بالمشكله، او يبقى حد مبسط له الموضوع، يقول لك انا ظهري بقى له 25 سنه بيوجعني، رقبتي بقى لها 10 سنين 12 سنه وجات لي شويه وراحت، بس دلوقتي ايدي مش عارف ارفعها، بس دلوقتي مش عارف امسك الحاجه، وايديا ما عادش بعرف امسك القلم، الكوبايه بتقع من ايديا، ده انا لو طلعت السلم هو دور واحد. هي القصه انت وصلت لهذه المرحله امتى ووصلت لها ازاي؟ يعني الموضوع ما كانش بالبساطه انك انت لما صحيت اول امبارح لقيت نفسك تعبان، رجلك وقفت، ده انا وطيت مش عارف ارفع ظهري، ده انا مشيت مشوار مش عارف اكمل 200 متر، ده انا قعدت مش عارف اقف، ده انا بقوم محني. ما بتحصلش فجاه. ومشاكل العمود الفقري الحقيقه، العمود الفقري ده حمال الاسيه حقيقي، حمال الاسيه في مصر بالذات، شغله مرمطه ووزن زياده ومطبط في الاراضي وكراسي بايظه وكراسي بايظه، ده اللي على كراسي ده، في ناس يا باشا حياتهم موطي في الارض طبعًا. وبيشتغل في حالات واقفه وبيشتغل بفاس في ناس واقفه طول اليوم يعني غلابه. طبعا طبعا يعني انت عندك مجتمع نص عامل. مصر واقفه، عندك مجتمع بيشقى، يعني مجتمع شقيان. هي ست البيت اللي عندنا زي اي ست بيت في الدنيا؟ يعني التكنولوجي فين؟ يعني ده بتقوم وتوضب وتغسل وتمسح وتطبخ وتاكل، تودي اولاد مدرسه او ما توديهمش، يعني مشاكل كتيره جدا، وما فيش حركه بقى، ما فيش رياضه، ما فيش ثقافه الرياضه، ما بنتحركش كتير، ظهرنا بيتعب، ومتعودين بقى نقضيها ببرشامتين، بمسكن، بروشته قديمه، بالصيدلي اللي جنبنا بيحل لنا الموضوع مؤقتا. هنذهب الى المنطقه الاولى في حوارنا الحقيقه، الحوار مثير جدا، لانه زي ما انا قلت عنواننا النهارده مطارده الهربين. في فيلم زمان قوي كان اسمه الهارب، كان مسلسل كان مشهور جدا في الستينات والسبعينات، اسمه الهارب. النهارده الهارب هو المريض للاسف، وهذا الهارب لازم نحن عليه ونفهمه بالراحه انه في النهايه هيهرب لغايه فين، زي ما في الافلام العربي هتفضل تهرب لغايه امتى؟ ده السؤال. تعالوا نشوف مع بعض الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ آلام العمود الفقري والعظام هي أقصى أنواع، واحدة من أقصى أنواع الآلام. المشكلة دائما أن المريض يريد حلا فوريا. أبيض أسود أم رمادي؟ طبعا أبيض، يعني كلام واضح. هو بيبقى جاي على أمل، هو حقه طبعا أن هو يتعالج بسرعة ويخف بسرعة، بس احنا بننظر الامور بقى نظره تانية مختلفه تماما. يعني انت عاده هو استنفذ وقت مهم جدا في طريقه حياته كانت سيئه، ويجي بقى في اللحظات الخطيره جدا دي وبيطالب بقى ان الامور تمشي زي ما مشيت زمان. بمعنى في وقت من الاوقات كان ممكن العلاج بتاعه شويه راحه وشويه مساج او تدليك او جلسه واحده من العلاج الطبيعي كانت حلت مشكلته، الموضوع زاد، هو استنفذ ده بقى عند المجبراتي وعند في البيت، وجابوا عيل قعدوه على ظهره او على ظهرها، ودايما يقول لك انا جبت الواد الصغير عندي في البيت وقعد يتنطط على عمود الفقر وعلى الظهر كده، بحيث حسيت بعدها ان انا رقت. طب انا بجيب الواد دلوقتي وبقول له اتنطط يا واد، ما بيتنطط بس لسه الوجع زي ما هو. احنا بنقول العمود الفقري الامه كانت كتيره وسبناه، طيب هو ما بيقفش عند اللحظه دي، ما بيفضلش بنفس الالام بنفس المرض، لا ده بيزيد، بتبدا الاول خشونه صغيره، دي كان العلاج بيجيبها بنسبه 100%، التهاب في الاربطه او في المفاصل العلاج كان بيجيبها بنسبه 100%، دخلنا بقى بعد كده في حاجه زي تشوه او انحناء في العمود الفقري، العلاج عمره ما هيجيبها 100%، دخلنا في انزلاق غضروفي، ها بدا الغضروف يكبر وينزلق يجيب لي 70 80%، دخلنا بقى في انزلاق فقاري العلاج عمره ما هيجيبه،
0%. يعني لما واحد يجي لنا بقى الفقره بتاعته الغضروف اتاكل والفقره بقت سايبه واتحركت ومنتظر ان العلاج هيخففه، العلاج مش هيجيب حاجه. هنا العلاج خلاص ما عادش في علاج غير التدخل. وبعدين التدخل هنا محفوف بالمخاطر. يعني التدخل انت ظروفك ايه عشان اعمل لك عمليه؟ يعني لو عندك هشاشه متقدمه يبقى العمليه ساعات مش هتدي النتيجه. لو عندنا مشاكل متقدمه في الكبد او مشاكل في السكر او مشاكل في الكلى او فشل كلوي او غسيل كلوي، النتائج برضو بتاع الجراحات مش هتبقى مرضيه، لانك احنا برضو عندنا مبدا ان اللي بيعمل عمليه خلاص بقى عايز ربنا يغفر له كل الامه السابقه وذنوبه السابقه وكل حاجه ويرجع كما ولدته امه. الكلام ده ما بيحصلش في الطب. يعني انا مش ما عشان عملت عمليه يبقى كل الالام اللي انا رايح لك بها تخف. نحن اصحاب السؤال الثاني بقى، نحن اصحاب زي ما بيقولوا المقام الرفيع في الجلوس بوضعيات خاطئه والتهور في حمل احمال ثقيله تؤدي الى مشاكل مهلكه. ده حقيقي ابيض طبعا. ده حقيقي طبعا. يعني من اول ما يبقى طفل وهو رايح المدرسه وشايل شنطه قد كده، ولما يجي يقعد على مكتب ما عندوش مكتب في البيت وبيوطي وبينام على السرير معوج وواخد كل الاوضاع، ودول بيجي لنا كتير جدا في سن ال 12 لحد 18 سنه العمود الفقري بقى معوج على جنب وبقى كتف ساقط وكتف نازل. وبنشوفها في البنات، يعني البنات لما بيوصلوا لسن 16 17 يبدا بقى مع النمو بتاعهم يبان الاختلاف. يعني يمكن الاولاد بيتاخروا شويه لكن بيبان هذا المشاكل. بنشيل شيله غلط يحصل كسر في الفقره. شيله طبعا بنوطي رفعنا حاجه تقيله جدا وشلناها على ظهرنا حصل كسر في الفقره، الفقره اتكسرت، فقره متكسر بتتحدف لقدام وتاخد معاها الحبل الشوكي. شوف الحبل الشوكي اللي هو الخط الاسود اللي في النص ده بقى عامل ازاي، بقى مشدود زي الاستك. طيب كسر زي ده ممكن يعمل ايه لو ما اتلحقش؟ بيعمل ضمور في الحبل الشوكي. يجي المريض بقى عنده ضعف في الرجلين، ضعف في المشي، صعوبه البول مش قادر يتحكم فيه، الالام الرهيبه جدا. دي صوره بقى بتاعت يعني قمه الماساه بقى اللي ممكن الدنيا كلها تضحك علينا بسببها. يعني الفقرات ثابت من بعضها ومش فقره واحده، ده انا عندي فقره والثانيه والثالثه والرابعه، بقى عندي اربع غضاريف واربع فقرات سايبين في ظهري. طب ازاي اسيب نفسي لحد ما اوصل لهذه اللحظه وعايز تروح للدكتور ويدي لك روشته تخف عليها؟ دي في المؤتمرات يقول لك دي فعلا حقيقيه والانترس منها. ده لا بيتريقوا بجد. ايوه طبعا. يعني دي جمله معناها الدنيا مين المريض اللي يسكت على نفسه لغايه في الدنيا كلها ما حدش يوصل لكده. عندنا بنوصل لكده وبنشوف أسوأ من كده، واخد بال حضرتك؟ يعني لما نشوف بقى الفقره اتنقلت من مكانها، يعني ده مريض اهو وجاي له طلب محدد يقول بس اعرف ادخل الحمام. يعني هو انا يعني لو عرفت ادخل الحمام مش هعرف انزل السلم؟ ما اللي يخليني ادخل الحمام اقدر امشي واخرج واروح الجامع وكده. العمود الفقري اتقفل، بقى عندي خمس غضاريف في ظهري، بقى عندي ضيق في القناه العصبيه، بقى عندي خشونه في المفاصل، والمفاصل كل مفصل بدل ما يبقى حجمه قد كده حصل تضخم. انت عارف المفصل مثلا زي الركبه لما يمرض قوي تلاقي ورم، مش كده؟ المفاصل بتاعت العمود الفقري كده، اول ما يبدا المفصل يتاكل يتضخم ويبدا ياخد من الحيز اللي هو بتاع العصب والحبل الشوكي، يعمل ضغط عليه فيعمل ضيق في القناه العصبيه، نبدا نشعر بقى بالكولودكيشن بين وكولودكيشن ديستنس وعدم المقدره على الحركه وان البول بقى فيه مشكله والحاله الجنسيه ضاعت ومش عارف اوطي ومش عارف اقعد والقعده عذاب والوقفه عذاب والتوطيع عذاب. كل الكلام ده كله هيحصل. الارتجاع الانزلاق الغضروفي او الانزلاق الغضروفي لما بيرجع تاني اللي بيسموه المرتجع اخطر كثيرا جدا من الانزلاق الغضروفي لاول مره. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ لا ده ابيض طبعا اكيد. القصه دي على فكره مخيفه جدا جدا، في ناس كتير دلوقتي عندها ده كابوس. ده كابوس. كابوس خطير، كابوس الغضروف المرتجع. بس دايما احنا بنقول الغضروف يرتجع لسببين اساسيين. نمره واحد حاجه خاصه بالمريض نفسه. يعني أنا حضرتك عندي غضروف وسبته 20 سنة وحد ما وصل إن في غضروف انفجر، تمام؟ رحت للدكتور سين أو عين من الناس قال لك هشيل لك الغضروف ده. أنا ممكن أعمل الغضروف ده وأنا مش واخد بالي إن أنا عندي غضاريف تانية متآكلة، وهرجع بعد شوية أرجع أشيل تاني أقوم ضارب الغضروف اللي بعده، واخد بال حضرتك؟ هي في الآخر أنا كمريض ده أنا جالي غضروف تاني، يعني أنا مش عارف إن ده غضروف منفصل، بس أنا كمريض أنا لسه عامل عملية، بس أنت مش واخد بالك إن ظهرك أنت سبته كتير جدا لما باص. ما تجيش تقول لي لو انت عندك الاربع كاوتشات بتوع العربيه استهلكتهم وغيرت كاوتشه الباقيين هيفضلوا سلام، ما هيفرقعوا برضو مع الوقت لما نستعملهم. الحاجه الثانيه كوتشي غلي يا باشا. كل حاجه غليت. الحاجه الثانيه ممكن يبقى الخطا كمان ايه من نوع العمليه اللي انت عملتها، ودي انا الحقيقه ودي مهمه جدا اللي انا بقولها دلوقتي، لان كتير جدا
من الانزلاقات الغضروفيه النهارده الناس بتستبص تقول لك ده عملها بالمنظار. شوفوا ده نوع من انواع العمليه اللي احنا بنعملها النهارده. مش كل غضروف بيبقى غضروف بس، ده ممكن يبقى معاه شرخ في الفقره زي هنا واتنسى، او تاكل في جسم الفقره وبدا يتحرك واتنسى، وادخل اقول لك انا شلتها بالمنظار، شلتها بالليزر، شلتها بالميكروسكوب الجراحي وما عملتش حاجه اسمها دعامات او تثبيت. ده نوع من الدعامات في العمود الفقري. والحقيقه اكاد اجزم ان النهارده ما عادش ينفع تعمل عمليه انزلاق غضروفي من غير ما تعمل تثبيت او دعامات العمود الفقري الحقيقه في العالم كله، لدرجه ان هذا الكلام حقيقي حصل تجريم بالقانون انك تعمل بس غضروف بس للظهر. يعني في اماكن، يعني امريكا نفسها فيها ولايات كتيره جدا، في اماكن منها لو عملت انزلاق غضروفي فقط سواء بالمنظار او بالليزر من غير ما تعمل تثبيت او دعامات تعاقب وتحاكم، بيسميه مال براكتس، اخطاء مهنه، انت مخطئ لانك ما كملتش العمليه صح. الحقيقه النتيجه لطبيعه الناس عندنا وطبيعه حياتنا وطبيعه العمود الفقري بتاعنا وما بنجيش الا متاخر قوي، اكتشفت ان ما ينفعش تعمل عمليه مجرد شلت الغضروف بس وتسيب المريض على كده. لا، لازم تعمل حاجه بديله تعوض ضعف الغضروف. ده يا فندم ساعات بنعمل حتى البديل ده ونرجع تاني نشيل ونحط ونعمل يجي لنا غضروف جديد وهكذا. يبقى اذا النقطه يبقى بيرتد الغضروف، ها، والتجربه بتاعت بقى مريض جاله ألم الغضروف ورجع بعد كده عمل عمليه ورجع بعد شويه العمليه باظت وعايز يعمل عمليه تانيه، سواء نفسيا او ماديا او اقتصاديا اي حاجه، مرهق. فبيبقى فيه خوف. فانا بقول دايما يا تتعامل صح من الاول يا اما ما تتعملش العمليه. لكن ما نخدعش بقى تحت بند ايه انا عملتها لك بالليزر، عملتها لك بالمنظار، عملتها لك بالملاحه، عملتها لك مش عارف ايه. عمودنا الفقري لا يحتمل اللعب فيه غير هي مره واحده يتعمل الحاجه صح علشان ما تردش علينا بعد كده. الفهم والموضوع يجعلني ابعد عن قرار الاتهام، وعدم الفهم ممكن يدخلني، وعدم القرار الجيد يدخلني قفص الجنايه. نتمنى ان احنا نكون براءه. طب تعالوا نشوف مين اللي هياخد ده او ده او ده ما بين المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم ام بريء؟ المريض اللي فاكر ان الغضروف طالما عمله مره خلاص هو بقى في امان، وزي ما بيقولوا لقد فعلت ما يجعلني ابيض السريره وعدت كما ولدتني مامتي. ده معنى الدماغ اللي هي ايه اللي في دماغ الناس دي. هيمارس حياته بنفس الطريقه، نفس الشيء، نفس الحط، انا عملت عمليه، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو في اكثر من جاني؟ هو يعني انا بتهم ان هو مهمل ومش فاهم الموضوع الحقيقه، يعني هقول ان هو متهم بس مش جاني ولا حاجه. وساعات ظروف الحياه هي تجبره ان هو يبقى كده الحقيقه، يعني احنا ساعات عندنا لو واحد ما اشتغلش ما مش هياكل، ولو واحد ما راحش الشغل هيتفصل منها، وخاصه لو ما فيش انشورنس وتامين وكلام من بنقول ان لازم نفهم بس الموضوع. يعني يا فندم ده انت لو عربيه راحت التوكيل وعملت عمره عمرها ما بترجع زي العربيه اللي طالعه لسه من الاجانس، بنفهمها كده وبتبوس بعد شويه. لو بعد شويه خلاص بقى، ما انت لو عملت عمره يعني لما يقول لك ايه، اصل لو واحد اتضرب فيه مشرط او ضرب فيه مفك انت عارف مش بيرجع لطبيعته. العربيه طالما يعني حقيقي كده. يعني احنا بنقول ايه، انا بساعدك انك ترجع شبه طبيعي، انت مش بتبقى طبيعي بنسبه 100%، والكلام ده مش انا النتيجه لتقصير مني، ده هي دي الحقيقه اللي انت لازم تبقى فاهمها. بغض النظر عن انك تسمع من الناس كلام يقول لك ده انت تبقى زي الفل واحسن من الاول 100 مره، مفيش حاجه احسن من اللي ربنا خلقها، استحاله. يعني مهما عملنا مش هنقدر نحاكي الغضروف اللي ربنا خلقه الطبيعي. طيب لما يبقى عندك غضروف واثنين وثلاثه تاكلوا وباظوا، ورايح تقول انا بعمل عمليه شفط غضروف او انزلاق غضروفي بالمنظار او بالميكروسكوب جراحي فقط، وتسيب بقى الحاجات اللي حضرتك بتشوفها دي كلها، الحاجات دي اتعملت ليه؟ يعني الناس اللي عملت ده مش عملتها يعني بتضيع فلوسها وبتضيع مجهودها وتركب شويه مسامير، لا، الدعامات دي اسمها دعامات، والدعامات دي فيها ميزه ان هي حركيه، يعني ايه، تقدر تسمح بتتحرك وتدينا مرونه في العمود الفقري وقوه في العمود الفقري، وبتعوضني عن الفقد اللي انا بفقده في عمليه الانزلاق الغضروف، لان كل غضروف انا بشيله بضعف 20% من الفقرات القطنيه. واخد بال حضرتك؟ فلو شلت غضروفين انا فقدت 40%، يبقى عايش ب 60% فقط، واصلا 60% اصلا معيوبين من البدايه لان الغضاريف دي من البدايه تعبانه. فتعمل بقى الدعامات، والدعامات دي فيها ميزه
الحقيقة إن الجسم ما بتفاعلش معاها، تسمح بالحركة كويس جدا، بتقعد مسافات طويلة وفترات طويلة جدا في الجسم من غير تفاعل ولا مشاكل، غير ما يسمى الشرايح والمسامير. الشرايح والمسامير ده هي دي الكارثة الحقيقية، لأن ما عدناش بنفضلها دلوقتي. الشريحة الستانلس ستيل دي بتركب، الجسم ممكن يتفاعل معاها، ممكن تتكسر، تمنع الانحناء، تمنع، وبعدين لو واحد وطى غصب عنه ممكن تتكسر أو تتقطم أو المسمار يخرج من مكانها ويعور العظم بتاعنا. فده نوع تاني من النوع من التدخلات في العمود الفقري. أنا بتدخل النهاردة عندي فقرات قطنية فيها غضاريف تأكلت الفقرات، وأنا بطبيعتي لازم هشتغل تاني ولازم أشتغل، فلازم هنا نعمل إيه؟ الدعامات. دي اسمها دعامات، والدعامات أشكال وأصناف وأنواع وماركات وموديلات وبلد منشأ مختلف. في حاجات كتيرة جدا، في منها القوي جدا وفي منها الرديء جدا وفي منها كل حاجة، زي أي حاجة أو أي منتج عندنا. فدايما لما بيجي نركب في ظهرنا لازم نختار ايه اللي يركب، علشان ده قاعد معانا العمر كله، ده مش مفروض ان انا اركبه شويه واغيره. يعني احنا دايما نختار وننتقي ايه اللي هيتعمل او ايه اللي هيركب. وطريقه عمل الجراحه نفسها، في ناس بتفرح قوي يقول لك اصل انا مفيش جرح في الظهر. يا سيدي وماله، لو في جرح 2 سم او 4 سم، ده احنا بنحتاج سنتي ونص الى 2 سم للفقره. لو بعمل لك فقرتين جرحين 4 سم، ثلاث فقرات يبقى 5 سم ونص او 6 سم ماكسيمم. فده مش القضيه، يعني مش قضيتك ان انت ما عندكش جرح. هو انت ما عندكش جرح وفضل عندك الالم، ايه الميزه؟ ما فيش اي ميزه الحقيقه. فبنقول ده ضروره النهارده، تدعيم العمود الفقري سواء في الرئه بقى او في الظهر، ده ضروره، ما ينفعش نعمل عمليه من غيره. خلينا نروح للوهم والشك والاخير. وهم شك ام يقين؟ عمليات الغضروف، انزلاق الغضروفي المرتجع نتائجها تشابه او اصبحت تقارب عمليات الانزلاق الغضروفي لاول مره العادي، ده وهم ولا شك ولا يقين؟ لا ده بقى يقين، ده بالعكس بقت احسن، تقارب احسن. لا ده بقت احسن، اصل عمليه اوليه فشلت وبنعملها تاني يعني، فبالتالي مش هقارن نتائج بتاعت حاجه فشلت بحاجه ان شاء الله هتبقى ناجحه. يعني المرتجع دايما خلاص يعني بص، ما فيش جراح هيدخل يعمل عمليه مرتجع الا لازم يدرس اسباب الفشل. الفشل ده جاي منين؟ جاي من طرف المريض ولا من طرف العمليه اللي اتعملت سابقا؟ ممكن يكون هو اللي عملها او اللي عملها احد الزملاء الافاضل. يعني ما فيش، يعني في الاخر عايزين نحل الموضوع. يعني في ناس دايما بتستنزف نفسها يقول لك طب والدكتور عمل لي ايه بقى؟ يا سيدي بروح اساله، بس خلينا انا اساعدك في الحل. ده دي قصه مصريه اصيله. اللي هو بقى ابدا اعمل ونعمل معاه ايه بقى، وابدا اوري له الاشعه بتاعت المريض على انه مريض تاني. خلينا انا اساعدك، يعني انا ساعدك. ودايما النهارده بنفكر عندك غضروف مرتجع وفقرات بقت سايبه زي الفقرات اللي احنا كنا شايفينها زي السلم، دي دعامات، انواع من الدعامات. ما عادش ينفع اعمل عمليه في عمود فقري بيشتغل وبيشقى من غير ما اعمل كده، والا في انا بقى اللي هبقى في الاخر جاني، واخد بال حضرتك؟ يعني هبقى جاني فعلا ومسبب مشكله كبيره جدا للمريض بتاعي. ودايما التثبيت او الدعامات بتاعت الفقرات اشهرها ان احنا نثبت فقرتين في بعض. طب لو عندك مريض عنده 5 فقرات تقدر تعملها ولا لا؟ تتعمل، يعني بالامكانيات بتاعتنا المتاحه عندنا والخبره اللي احنا بنعملها، نقدر نعمل 5 فقرات و6 فقرات، ونقدر نصلح عمود فقري 12 فقره 13 فقره كلهم بايظين مع بعض. يعني الحقيقه بقت في التكنولوجي بقى موجود والامكانيات متاحه الحقيقه، والنتائج الحقيقه الحمد لله من فضل الله بقت احسن بكتير جدا. بس دايما بنقول للمريض بتاعنا افهم ايه اللي عمل لك المشكله عشان ما نرجعوش. انا ساعات يجي لي مريض او مريضه بالذات ست وزنها 140 كيلو وعملت عمليه وفشلت، اقول لها مش هعمل لك عمليه، روحي اعملي عمليه معده، تحويل معده، ربط معده، نفخ معده، اي حاجه، المهم في الاخر لازم تخسي. ليه؟ لان السبب الرئيسي ان اللي بوظ العمليه الاولانيه هو مين؟ الوزن زياده. فانا مش هقع في نفس الغلطه، يعني لازم نحل هذه المشكله عشان ما يتقالش بقى في الاخر ان كل العمليات فاشله. لا مش فاشله، انت شايله صخور. طبعا لازم لازم نبعد اسباب الفشل ونقرب اسباب النجاح. نورتنا، ربنا يخليك، خليكوا دايما معنا في الحلقه.